أهلا وسهلا بكم أعزائنا المشاهدين أينما كنتم في كندا أو حول العالم. معكم من جاتينو كيبك من كندا زياد طارق رشيد. في ضيافة اليوم صديقة عزيزة ونوهت عنها كثيرا، وقبل أن أقدمها لكم سأذكر لكم بداية موضوع حلقة هذا اليوم. اليوم سنتحدث عن موضوع يهم الكثير وفيه هنالك مواضيع وأفكار مغلوطة كثيرة. أنا نفسي كان عندي أفكار خاطئة كثيرة عن هذا الموضوع، إنه موضوع التنويم المغناطيسي. سأستضيف في حلقة هذه الليلة خبيرة لديها معلومات ستفاجئكم جميعا فيها عن موضوع التنويم المغناطيسي. رحبوا معي أحبتي بضيفتي وضيفتكم أوديس ناصر. هاي هاي مساء الخير يا أوديس، أهلا وسهلا فيك، نورتينا في برنامج اللقاء المباشر. Thank you. شكرا. أوديس انضمت لنا الآن من تورونتو وأنا موجود في أوتاوا وغاتينو قريب من المدينتين. المسافة بيننا 500 كيلومتر، لكن الحمد لله هذا الإنترنت جمعنا سوية. أنا لم أعطي أوديس المشاهدين أفكار كثيرة ولم أعطيهم رأيي بالموضوع ولم أتكلم الكثير عن التنويم المغناطيسي لأني لا أريد أن أفسد مجريات حلقة اليوم. حلقة اليوم فيها الكثير من المفاجآت والكثير من الخرافات والحقائق، طبعا سأترك الأمر معك لتفنيد الخرافات وإثبات الحقائق والتحدث لنا عن التنويم المغناطيسي، لكن طبعا دائما نبدأ مع البدايات. والسؤال الأول لك هو: ما هو تاريخ التنويم المغناطيسي وهل بدأ قبل سيغموند فرويد؟ لأنه كل الناس يعرفون أن العالم النفسي سيغموند فرويد قد يكون هو أول شخص استخدم التنويم المغناطيسي، فلو تكرمتي وشرحتي لنا نبذة عن التنويم المغناطيسي، ما هو التنويم المغناطيسي وتاريخ التنويم المغناطيسي، تفضلي. أوكي، التنويم المغناطيسي بلش قبل 4000 سنة من أيامات الفراعنة. الفراعنة كان عندهم تمبل اسمها الدريم تمبل، فكان يفكروا مثلا لما تكون مريض تروح على الدريم تمبل بيدخلوك جوا وبينايموك وبيعملوا chanting وبحطوا أصوات وأضواء candles وانت بتضلك نايم، وعلى أساس انه بتحلم، ولما تحلم بقولوا لك شو معنى الحلم، ولما تقولهم شو معنى الحلم بقولوا لك اوكي بنعطي هدية للإله تبعك. كان عندهم كاهن هموتب هو اللي طلع هاي القصة، فبلشت عند الفراعنة قبل 4000 سنة. كان حتى اسم التمبل الدريم تمبل كان يسموها هاسبيتال، تعتبر مشف يعني مشاعر، وتسمى هاسبيتال بالعربي مستشفى. بعدين اجوا اليونان اخذوا الفكره منهم، فقال لك هلا بنسميها سليب تمبل. يعني انتقلنا من عهد الفراعنه الان، اخذوها من الفراعنه. الفراعنه اول ناس اللي طلعوا الفكره هاي، بس ما كانوا يعرفوا انه هذا علم، يقول لك الواحد بينام وبيحلم واحنا بنفسر الحلم. لما اجوا اليونان اخذوها انه من الدريم تمبل سموها سليب تمبل. فكان يجي مثلا الواحد اذا عنده مرض بدخل على التمبل بحطوه بغرفه هيك صغيره ومدوره وبيخلوه 2 days انكيوبيشن، اللي احنا فيه هلا انكيوبيشن، واساس انه بحطوا له زي اوبيوم وبحطوا له مشروب وما مشروب، وانك انت بتنام وبتحلم وبيفسروا لك الحلم تبعهم. والاله تبعهم اللي هو اله الطب تبعهم نسيت شو اسمه باليوناني، فكلمة هيبنوسيس هي كلمة يونانية معناها نوم. علي فهم اللي زي ما تقول فسروها أحسن شوي، يعرفوا فيها أحسن لأنه كانوا متقدمين أكثر شوي من الطب. هيبنو باللغة الإغريقية تعني النوم. النوم بالضبط. نعم. بس هي هم يفكروا إنك أنت بتنام والنوم هو اللي بيصير. بعدين هلا إحنا قدم التاريخ لقدام شوي، يجيوا لك الهندوز والبوذيزم. البوذيزم اللي هم يسووا المديتيشن. نعم. البوذيزم اللي هو بلشوا يعرفوا انه مثلا لما الواحد ينام
هو مو نايم، انت مركز، انت قاعد ومركز و يعني بتخلي كل الحياة براتك ما تأثر عليك، انت deep deep meditation. لما انت you're meditating شو بتسوي؟ بتركز على حالك، بالأفكارك، بمشاعرك، بالوزم تبعتك، السنس تاعونك بتطلع. ومنهم طلعت حكمة انه الواحد لازم يكون ساكت ويركز، وكل الحكمات اللي احنا تعلمناها هاي اصلها بوذية. بعدين بالتاريخ مشي وما حد كان يعرف بالعلم هاد. ففي بال I think 1776-77 نسيت، في واحد اسمه أنتون ميزمر اللي هي ميزمرايز، أخذناها منه، كان بأوستريا. الأخ فكر إنه عنده طريقة إنه يعالج الناس بجاذبية الحيوان، إنه الحيوان عنده جاذبية ويسامل الحيوان على أساس إنه يجيب المغناطيس تبع الحيوان عشان يخلي الإنسان تطلع الأمراض منه، وكان يستعمل هيك ومغناطيس وكذا، فسماها animal magnetism. من عشان هيك احنا بنقول تنويم مغناطيسي بالعربي، بس it has nothing to do with it. وطبعا they discredit it وانتهى الموضوع. مغناطيسية الحيوانات، ما ايوه بالضبط، اللي هي اذا في ما بعرف في ناس قاعدين يعني من المشاهدين بفهموا بالريكي. الريكي هي هاي الماجنتزم، هاي اللي طلعها هو، has nothing to do with hypnosis. هاي كلها الريكي، ما بعرف شو معنى الريكي بالعربي. نعم. المهم قدم لقدام شوي، بلشت تعرف الحرب العالمية الأولى والثانية، وصار الـ you know politics وكذا. يعني دخلنا بالقرن العشرين، طلع بالعشرين بس لسه الناس مو عارفين. ودخلت لخلت هوليوود صارت تعمل طريقة إنه على الكاميرا وأفلام إنه بيعمل لك هيك وبتنام وكذا 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 وكذا. فالناس شو يعني بيعمل لك هيك وبتنام؟ ممكن تشرحي لي شوية؟ يعني لا، إنه هذا كله it's fake، it's not real، إنه بتطلع على المسرح وبيعمل لك كذا، بيقول لك كذا، بتروح بتصير تعمل بق 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 بق، ويحط هذا البندول زي أنا اللي حاطه وراء. Oh my god. لا لا أنا I'll explain this. ما هو في science، هلا هن ما كانوا يفهموا يعني science behind it، ما كان في research، ما كان في هاي. فإيش سيجمنت فرويد؟ سيجمنت فرويد رجع استعمل mesmerism اللي كانت ممنوعة. لما استعملها سيجمنت فرويد كان عالم، كان يفهم كيف العقل الباطني بيشتغل وعقل الواعي بيشتغل، وعمل بحث ما بحث وكذا، واكتشف إنه لما يعالج الإنسان بالعلم النفسي، لما يستعمل hypnosis الإنسان برتاح، يعني can open up وما بعرف شو. فهي used it. فعشان هيك احنا بنعرف سيجمنت فرويد هو اللي شهرها زي ما تقول، it became more a science. بعدين صار بال 70s almost like 1970s في واحد اللي احنا هلا بنستعمل الاسلوب تبعه اللي هو إريكسون، ميلتون إريكسون. هذا هو الدكتور تبع الهيبنوثيرابي، the word hypnotherapy came up from him. هذا عمل ريسيرش، عمل MRI، عمل CT scan، شفنا كيف العقل بتغير، كيف الويس تتغير بالعقل، how you can unlock the secret، how you can talk to someone، كيف تحكي، كيف تعمل، كيف تعملها. فإحنا هلا كل اللي بنعمله إحنا part of إريكسون، ميلتون إريكسون. بس لسه علم صغير، it's only 50 years old، يعني ما علم، it has a lot of benefits to it. يعني سنة 1925 I think عملوا مرة surgery إنه عملوا مغناطيس تنويم مع واحد، عملوا له surgery أول مرة سووها إنه من غير ما عملوا له anesthetic، يعني جراحة، عملية جراحية كاملة بال 25 مغناطيسي بدون anesthetic، بدون أدوية مخدرة ولا إشي، ولأنه ما حس، لأنه it's all it's mind matter, you controlling your mind. بعدين الحرب العالمية الثانية لما كانوا يسعفوا الجراح المرضى بالحرب، صاروا يعملوا التنويم المغناطيسي عشان يساعدوهم to get over the pain، الجرح الحرب والمصابين مغناطيسيين. فصار الكونكشن انه في شيء بالعقل الباطن وانك انت ممكن تتحكم فيه. بس الكلمه نفسها بتخوف الواحد، لان لما يجي لي واحد بيقول لي وري دو بول ما هيبنوتس، ببعت 4 كيلو لورا، بفكرني this is reality، بفكروا انه راح I'm gonna do something to them and gonna make them become a chicken. يعني لانه هاي الغلط، it's no, it's I'm a clinical hypnotist, I'm a medical hypnotist. يعني انا بستعملها بطريقه غير ما انت بس if I want I can make you do a chicken, I'm trained to do that, but I will not do that. لأنه I don't need you make me do a chicken, not become a chicken. No. هاي شايف بوكي البسة. She's عملت لها تنويم مغناطيسي نايمة. لأنه هلا مو نايمة كان قاعدة بتنطنط. Oh my god.
يا جماعة أنا بدي أخاف ترى بيني وبينكم الكلام. اسمع زياد، التنويم المغناطيسي قبل كان ممنوع، يعني الكهنة الكاثوليين الأديان كلها كانوا يمنعوه من قبل، لا كانوا يستعملوه كشعوذة، لا كانوا يخافوا إنه أنت بتأثر على الإنسان تعمل له برين واشنج، فيعتبر شامانيزم، يعتبر أشياء روحية ما كانوا يفهموا. بس هلا العلم غير، هلا إحنا بنعرف كيف تأثيره على المخ، كيف تأثيره على الحرارة، كيف تأثيره عليك. فلسات it's a new baby science بس it's amazing. It's amazing. يعني إذا بتعرف كيف تعملوا إلك، يعني أي واحد ممكن تعمله، أنا هعلمكم اليوم كيف تعملوا إلكم. It's so easy. It's so easy. خليكم صاحين، خليكم صاحين. أحد يروح من عندي وينام اليوم. جمهورنا؟ جناموا؟ لا لا لا، ما حدا. صديقكم عاسمين يا حرام جايين يناموا. أوكي. طيب، الآن إحنا شكراً طبعاً انطيتيني نبذة مختصرة عن التنويم المغناطيسي. الآن مثل ما نعرف، أنت تكلمتي أيضاً عن الخرافات المرافقة لهذا العلم، وقلتي أنه هو مش عملية أحولك إلى دجاجة أو إلى خروف ولا عملية، لكن هو طريقة للعلاج، وهذه هي الحقيقة. أيضاً أن العلم جديد، بمعنى أن النظريات والاكتشافات في هذا العلم ما تزال مستمرة. مظبوط، صحيح؟ طيب، أنت قلتي أيضاً أن هنالك، يعني إحنا لما في خلال حواراتنا السابقة لهذا اللقاء قلتي أنه كل شيء مرتبط بالعقل، وأن كل واحد من عندنا عنده عقل باطن وعنده عقل واعي. مظبوط. إحنا نسميها بالإنجليزي الconscious mind والunconscious mind. Subconscious mind. Yeah, unconscious means you are knocked off. Okay. No. Subconscious will conscious mind. مزبوط. الفرق بيناتهم، خلي نشرح للمشاهدين الآن الفرق بين هذول ال two types of minds، وبعدين okay. أيضا نخليهم يعرفون المنوم المغناطيسي اللي زيك أو المعالج بالتنويم المغناطيسي وين يشتغل على أي واحد من المايندز. أوكي، اسمح لي بس أطلع الصورة، قلت لك في صورة حبيت. تفضلي تفضلي. You can share it with me. منظري يمكن عشان الكاميرا. I'm not technically. Just share the screen and I will share it with us. أوكي حبيبي. The audience. أيوة. بدي أعطيك هاي الصورة. أوكي هلا استنى. I'm still technically learning this. Take your time. أوكي حبيبي. Sorry بناديك حبيبي لأنه أنت my friend يعني. We are more than friends. We're brothers and sisters. حبيب قلبي. أوكي. هاي الصورة من عندك زياد؟ هذه الصورة اللي أوديس الآن تشاركها معنا. تفضل. أوكي. هلا مثلاً إحنا لما نولد، أول ما نولد، the first seven years of our lives ما في conscious mind. It's all subconscious. اللي هو the first seven years of our lives كل شيء حوالينا بالبيئة اللي إحنا عايشين فيها goes directly into the subconscious mind. Subconscious mind اللي هو العادات، التقاليد، الكلمات، الأشياء اللي نتعلمها، it all goes in there. بتضلها هناك. It doesn't go away. All the memories, all the emotions بتكون هناك. عمر سبع سنين منبلش نفكر، منبلش ask questions, we ask things, we wonder things. وقتها بيصير شغلة اسمها، إحنا بنسميها filters. الـ medical term اسمها critical faculty. It's a wall. اللي هو critical thinking. هاد زي ما تقول، مش عارفة إذا شايفني زياد ولا والله ما عارفة أنا شو شايفة. إحنا أنا شايفك وكنا شايفينك. أوكي، أنا مش شايفة شيء. أوكي. الcritical faculty يعني هاي البرين وهاي السبconscious mind وهاي الconscious mind. It's small. It's very small. وهاي السبconscious mind. الcritical faculty اللي هو. يعني شايفين الآن جبل جليدي أو نسميه الايسبرغ. Yeah. شايفين إحنا الجزء العلوي من الجبل الجليدي وشايفين الجزء السفلي من الجبل الجليدي. مزبوط. الجزء العلوي اللي هو فوق سطح الماء مكتوب عليه هذا هو العقل الواعي. مزبوط. مكتوب 10%، وعندنا المدفون تحت الماء هو العقل الباطن أو نسميه السبكونشس مايند. مزبوط. اللي هو نسبته 90%. طيب مش عارفين ما معنى هذه النسب. النسبة إنه what controls you، شو اللي ممشيك. إحنا 95% قاعدين نتحرك من السبكونشس مايند مش الكونشس مايند.
السبكونشس معناها مثلا لما تصحى الصبح اي اجر بتحط برا لما تطلع من التخت. You don't do it consciously. هاي اوتوماتيك بتصير. في اشياء بتعملها كل يوم اوتوماتيك بتصير من غير ما انت عارف انه it's happening automatically. It's based on habits. فمثلا انا عندي عادة اول ما اصحى الصبح بروح على المطبخ بشرب كوباية المي. هذا became a pattern. I do it every day, every day. So it's going into my subconscious. إذا طلعت مرة رحت محل تاني, I didn't go to the kitchen, بحس حالي متضايقة لأنه I broke my patterns. Subconscious mind مثلا ليش بقوله it controls 95% of your life. خليني أرجع الكاميرا لأني مش شايفتك, سوري زياد. هيك هون. Okay. فليش بقوله subconscious mind controls you. Who's controlling your heartbeat right now? يعني أنا عم بحكي معك, مين اللي قاعد بدق القلب؟ It's not consciously, مش قاعدة بفكر فيها. It's happening by the subconscious. It's controlling my heartbeat. The blood pressure تبعي. وين عناي بتروح, وين قاعدة, كيف قاعدة. It all happens automatically. التنفس. Yeah, فكل شيء subconscious موجود عشان يحميني to control everything. No. بس conscious mind, إحنا أنت بنستعمله لما أفكر والله بدي ألبس هيك ولا ألبس هيك. It's a short-term memory. لما تتعلم شغلة جديدة بتروح على conscious mind. لما نتعلم كيف نسوق, أول ما نتعلم نكون خايفين وكذا, هذا لأنه is going in the conscious mind. لما تسوق بعد سنة سنتين you don't have to think about it, بيصير automatically, بتحط الجير وبتحط وبتطلع وكذا وكذا. It's happening من the subconscious mind. فليش مهم أول سبع سنين بعمر الطفل أو أي إنسان؟ لأنه كل اللي عم بيصير حواليه بدخل على السبكونشس, ما عنده هذا الفلتر يعرف شو صار وما صار وكذا. فليش مهم لما يجي لي patient بقول لي مثلا عندي مشكلة نفسية, it's very important to me أعرف شو صار بطفولته. هاي بتقول لي وين المشكلة, لأنه اعتبر إحنا قاعدين يعني والعقل كله زي rivers, هذا كله neurons, rivers of thoughts. وصار شغلي معي مثلا افرض انت ابوي وانا بلعب بلعبتي وانت very good dad and you love me وقاعد بلعب بلعبتي وانا I'm happy وانت عم تحكي معي على الكاميرا بقول لك daddy I'm holding my whatever, بقول لك لعبني, بتقول لي حبيبتي معليش روحي اقعدي بس على جنب البابا رح يحكيكي بعد دقيقه. You didn't yell, you didn't nothing, يعني كنت كتير معي منيح. بس انا عمري 3 سنين ما عندي critical thinking. فالطفل دائما اول شيء بعقله it's my fault, ما عندهم شيء, it's egocentric, إنه كل شيء الحق عليه, ما بيفهموا شيء. فبقول لك آه إيه أنا إذا كنت مبسوطة أبوي رح يكرهني. So that's your river. فهاي أول stick طلعت بالريفر زي ما تقول. تاني يوم بلعب باللعبة بحكي مع أخوي, أخوي بيصير معه شغلة, I'm happy, he gets upset. الريفر هلا it's my first thought. زي ما تقول another leaf إجت ودقرت على الستيك. وبتعرف بكبر بالعمر و it's always more emotions, more memories, more memories, it's sticking on the stick. وبكبر بالعمر وبصير عندي مشكلة مثلا عاطفية, مشاكل مع جوزي, مشاكل مع حبيبي, مشاكل مع أطفالي, and I don't know why, ليش عندي هالمشكلة بالحب, ليش كل ما أكون مبسوطة بكون تعيسة بحياتي, ليش هيك. فلما تيجي على عيادة ليش أنا بسألك احكي لي عن طفولتك, لأنه عم بحاول أطلع الستيك. الستيك هاي وين موجودة؟ بالعقل الباطني, والعقل الباطني حاططها جوا 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 جوا. The only way you can access it, مش أنا I don't do anything, أنت هاي حياتك, هاي الميموريز تبعتك, بالكلام, بالأسئلة, بالكلمات بطلعها, I make you find it. وبعدين بتقول oh my god هل عرفت ليش عندي المشكلة هاي, this is the problem, فI heal you then. فكل شيء بيبين معانا وين ولدت, رقم واحد ولا التالي ولا تالت طفل, انت ذكر ولا انثى, وين ولدت, كيف الحياة الاجتماعية, مين اهلك, مين اثروا عليك, اصحابك, التلاميذ, اساتذة. The first seven years is the most important, لانه وقتها all the brainwashing happens. In the first seven years احنا كلنا in hypnosis. بعد seven years we get the wall, الcritical faculty, هو الفلتر. أنا بسميه دونالد ترامب وول. Sorry if I can say this. دونالد ترامب وول. Yeah, I'm going to show you another picture. Hang on a second. I'm going to stop. بس قبل ما أروح على الصورة حتى بس أنه أوضح بعض الأمور. أوكي خليني أفكر. أنت حطيها الصورة مش مشكلة, أنا راح أحطها بعدين للجمهور. مش عارف وينها. أوكي هيها. لما نولد, يعني من يوم ما نولد إلى يوم ما يصير عمرنا سبع سنوات. Yeah. احنا نظل ناخذ معلومات ونبني بالعقل الباطن او اللاوعي, اوكي, من غير ما يكون عندنا قدره على التحليل
أو اتخاذ القرار. وهذه هي الفترة اللي المجتمع يزرع بينا العادات والتقاليد والأوامر اللي تجي وكل شيء، وإحنا أيضا نبني عليها المشاعر conception، أفكار معينة يعني نبنيها بهذيك الفترة. هذه تعتبر فترة خطيرة جدا، لذلك الإعلام الطفل يستغلها أحيانا بضخ مواد معينة داخل عقلية الطفل من خلال الكارتون والبرامج اللي توصل، حتى يبنون الشخصية اللي هم يريدوها يوصل إلها من خلال سياسة الدول وما إلى ذلك، وهذا حندخل به أيضا بعدين الموضوع. طيب أوديس، خلي نشوف السكرين الآخر اللي تريدين تشاهده. خليني بس أفتحها، سوري زياد، بدي أفرجيك هاي. أوكي، سو شو بعمل؟ أستوب شيرينج، مزبوط، بعدين أي شير أجين؟ شيرينج وشير أجين. بهذه الأثناء عندنا طبعا ترحيب من كل الناس، أصدقائنا اللي انضموا إلنا من كل مكان في تورونتو وأجزاء مختلفة وأوتاوا ودول أخرى عالمية، كلهم يرحبون بيك. تحيات من العراق ومن المغرب. أهلا وسهلا. هذه الصورة الثانية اللي أوديس تحب تشاركنا فيها اليوم. أكبرها شوي زياد، شايف أنا؟ يا ريت والله لو شوية. كيف هيك منيح؟ أي جاي أكبر أكثر. أوكي طيب، هلا مثلا بفرجيك كيف إحنا، هاي اللي كنت بقول لك عنها، هاي اللي درست اللي اسمها neuro-linguistic program، بحكيها بعدين. بس هلا شو بيصير؟ هلا إحنا this is us، هذا العائل عندنا. هاي الأشياء اللي بتصير حوالينا، اللي بنشوفه بنسمعه كل يوم، الدعايات، الأخبار، فبتيجي وإحنا we filter things. هذا الفلاتر يا إما distorts the information، يا إما generalizes، يا إما deletes it. هذا الwall ما بيخلي إشي يدخل على الباطن، يا إما يشتتها أو يعممها أو يحذفها. يعني يقول لك مو سامع، يعني التينيجرز. هذه الفلاتر اللي عندنا. التينيجرز هذول very good at it. أوكي. لأنه المخ كيف بيشتغل؟ المخ زي كمبيوتر، يعني they put things in files. فالفايلات عندنا اللي هو how you see your world, the languages, the memories, the traits, the decisions, and your values and your beliefs. The values and beliefs هاي اللي شايفها، هاي بتبلش من عمرك 7 سنين، before 7 years. هاي أصعب شيء تتغير. هاي it's deep 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 deep. فهاي الفلاتر بتقول لك أوه هذا صار معي، هذا بروح على هذا الفايل، هذا بروح مع هذا الفايل. يعني زي ما تقول بشيك وين هذا الفايل رح يدخل، هاي الميموري أو هاي الإيموشن وين رح تروح. من الفايلات you then internalize what your world looks like. And then you have your own perception بال state of mind، وبتأثر على الجسم، ال psychology وال physiology، ومن هناك ال behavior appears. هاي بتاخد seconds، بس this is the human، this is us، this is how we see our world. يعني ليش بقولوا ال mind؟ كل واحد بيشوف إشي غير عن التاني. You see things differently than I see things، لأنه الفلاتر اللي عندك غير الفلاتر اللي عندي. Your world غير عن عندي. كل واحد بيشوف things differently. It's called the state of mind. It's your state of mind, not my state of mind. طب ليه تجري هذه العملية؟ أنت بتتكلمين الآن عن الـ NLP، وأنا درست سابقاً عن الـ NLP لما عملت دراستي بالماجستير اللينغويستيك، علم اللسانيات أو علم اللغة. لكنه لمصلحة جمهورنا الآن خلي نشرح لهم ما هي عملية البرمجة اللغوية والعصبية للدماغ وكيف تتم؟ هاي سهلة جدا. هاي الطريقة كيف نحكي، أسلوب نحكي مع الكلاينت لما يجي. هاي لازم يعلموه لأي إنسان. هاي يعني it's the best thing you guys can learn، اللي هي الأشياء اللي بنحب، التفكير، المشاعر، هاي كلها neurons، كل هاي neurons fires يعني stimulates. فلما تحكي شغلة بفكر بشغلة، هاي neuron باخذ فكرة عن شغلة، I create a neuron. فلما أحكي معك بسألك سؤال، I make you think، ممكن أغير رأيك. ف this way لما تغير رأيك النيورون بروح من هون لهون، it moves from one place to another. فهاي بقولولها neuro-linguistic programming، إنه I am rewiring your brain، I'm rewiring everything. أنت you can do it yourself، اللي هي how to talk to people، كيف تسأل الواحد، كيف تحكي معه كلمات، سيطرة على العقل، تغيير العقل. فهاي it's just a communication model. بس هاي كتير كتير مهمة إلي أنا، لأنه لما يجي client عندي على المكتب
وبدي يعمل تنويم مغناطيسي. I use it the moment they walk in, لأنه لازم أعرف كيف هم, how they see their world. لأنه لما أعرف كيف هم بيشوفوا حياتهم, بعرف كيف أدخل على العقل الباطني, أكسر الوال. I have to break that wall, الفلتر, لأنه التنويم المغناطيسي بيصير بالسبكونشس. فكيف أنا بسيطر على العقل الباطني إنه أقطع الوال. I have to break it and get in. فأي have to know كيف أنت قدامي, how you see your world, عشان أعرف كيف أحكي certain words I say إني بقدر to get in. طيب, لما أنت الآن استخدمتي كلمة get in ودخلتي في العقل, أنت بناء على شنو؟ هل أن الماضي أو تجاربنا الماضية تأثر على سلوكنا في الوقت الحاضر وتأثر أيضا على شخصيتنا بالمستقبل؟ طبعا. تجارب الماضي سواء كانت تجارب يعني سعيدة أم حزينة أم بأي شيء أو صدمة. مزبوط طبعا, لأنه البيهيفير تبعك بتيجي من الأشياء اللي أنت موجودة بالعقل الباطني. فالعقل الباطني processes things وأنت بيصير البيهيفير تبعك. فإذا عندك مثلا discrimination against certain people, الهيت it's embedded in your head, بيصير عندك كره لما تشوف هذا الإنسان. وإذا أنا بكره مثلا كذا, بيصير كل ما أشوفه أكره, وأشوف أي واحد من هذا الشعب أكرههم. هاي this is happens there. الخوف من وين بيجي؟ الخوف reaction to something you see. ما هو صار معك شيء أنت وصغير, شفت إشي, it got in. الخوف أصلاً, الخوف ما هذا كله, it's change of behavior. من وين بيجي البيهيفير؟ I have to know what's inside. I don't have to know, you have to know. أنت بتلاقيه, لأنه هاي it's your life. أنت جاي لي مثلا عمرك 40 سنة, عندك 40 سنة بحياتك. I'm not gonna ask, بس أنا I can find the stick. هاي شطارة, I can find the stick وبشيلها. جد. I love my job. الحمد لله, يعني شيء حلو أن واحد بتساعد زياد لما تشوف واحد بيجي, يعني بتشوف شو بيكون عنده المشاكل النفسية وبطلع it's like gone. طيب, اعطي لي مثال لحالة من اللي مرت عليك, أنه شخص كان عنده تجربة ماضية معينة وأنت عثرتي عليها الآن في الحاضر غيرت له حياته بالمستقبل. أنا هحكي لك على واحدة كيف التنويم المغناطيسي بيصير. هو التنويم المغناطيسي هي مو تنويم, هو سيطر على العقل الباطني. فلما أنت بتيجي عندي على العيادة بحكي معك وكذا وكذا وكذا, وبعدين أوكي بناوم, مش بتنام, بريحك وبترتاح. You have control طبعا, أنت عارف شو, وبصير أحكي مع العقل الباطني, بحكي معه, I put keywords, بحط أزياء. هذا كان عندي سؤال يعني من البداية أيضا, كان السؤال ببالي بالتنويم المغناطيسي, هل إحنا فعلاً ننام؟ يعني أنا أروح هيك وأنام, ولا شو اللي بيصير بالضبط؟ Can I show you another page? طبعاً طبعاً طبعاً, تفضل. أرجع على هلأ شو أعمل, أرجع على الصفحة, عندي so many pages. أوكي, هاي استنى. مهم أنا أعرف هل إحنا ننام لما ننوم مغناطيسي ولا نحن صاحيين؟ لا انت صاحي, بس شو بقى هلا بدي افرجيك. هاي اوكي, I'm gonna share this picture with you عشان افهمك شو بيصير بالضبط, so you know. يعني وانا هاي I shared with the client, لما يجي اقول له هيك رح يصير معك عشان to prepare you. فهلا مثلا هذا البرين ويفز, شايفها زياد؟ وصلتني, رح نشيرها الان مع ضيوفنا. حبيبي, هذه اللي انت تسميها موجات الدماغ. مظبوط, هاي it's available everywhere. هاي اللي قلت لك ما عرفوهاش إلا بالعشرينات, لأنه شافوا إذا ممكن شوية تصغريها, لأنه طالع عندنا بس الموجة الأولى والثانية حتى يشوفون الجمهور. أوكي. الموجة الثالثة, شكرا. أوكي. جزيلا. نعم. أوكي. مش مشكلة. هلأ إحنا عندنا 4 brain waves. لما تكون نحكي هلأ إحنا كلنا we are alert, إحنا بنستعمل بين 12 ل 30 brain waves, اللي هي إحنا alert, we're using all the brain waves. طيب, هذه brain waves تنقاس بموجات الهيرتز. بالهيرتز. وهي نفس الشيء لما نكون واعين, يعني الآن مثلا أنا بستضيفك ومركز على أسئلتي والجمهور وإخراج الحلقة, هذا كله أنا عندي الآن في حالة يقظة. بالضبط. لما توصل 30, لما تكون عم ترقص ومعصب والإيموشنز عالية أعلى, والأدرينالين عالي والأندروفين عالي. بالضبط. ولما يكون عندك رعبة وخوف وبدك تركض fight or flight, اللي هو 30 هرتز. هاي بالDNA تبعنا, لأنه بحمينا.
يعني هذا الاكستريم 30 هو الاكستريم الاكستريم 12 الطبيعي الطبيعي هاي بيقولوا لها البيتا ويفز اذا بعرفش في ناس بيحبوا يسمعوا هاي يقولوا لها البيتا موجات بيتا بيتا الموجات اللي تحت هاي اللي هي الالفا اللي هي ولما نكون احنا بنصلي مديتيت بنركز مثلا انا بلعب موسيقى بتعرف انا بلعب جيتار فبلعب بالجيتار ام مديتيتنج ام ان ذا مود لما بتحب ترسم او في ناس بيكتبوا شعر مرحلة الاسترخاء والراحة بالضبط هاي الالفا ويفز وهاي بتوصل من 7.5 ل 12 هرتز اذا هنا الجسم في حالة استرخاء بالضبط وريلاكس فيصير عنده الموجات تضعف تقل فتنزل من 12 الى 7.5 7.5 ممكن طيب لما نوصل احنا الهيبنوسيس يو ار ان ذا ثيرا ويفز اللي هي هاي بنوصل لسبعة ونص هلا كيف أنا بعرف أنت كيف وصلت ما في عندي برين سكان بالمكتب أنا I count your heartbeat من نفس تبعك and I'm watching you كيف تتنفس كل ما تتنفس أقل بعرف وين الويفز تبعتك بتطلع النفس إذن لما نوصل مرحلة موجات الجيم أوكي المرحلة جيم هي هنا هذه مرحلة التنويم المغناطيسي أنا دخلت بها الآن ولا هاي مرحلة الاسترخاء الشديد؟ شو الجيم؟ فتا ما هي ألفاء جيم ألفاء جيم بس فكر جيم ما علي العربي شوي It's okay. لا لا هاي انت you will be in hypnosis انت بتكون مرات شو بيصير معك بتصير يعني deeply relaxed انك so relaxed انه ما بدك حتى تطلع برا عينيك بتكون مقلوبة لورا مرات I see the eyes roll back بيصير عندك رم sometimes بيصير twitching you feel numb ما بتحس بإشي من هون نقدر نعمل لك عملية جراح قلب نفتح لك القلب ونعمل لك العملية you don't even feel anything this is how we control the pain لأنه أنت so deep in you feel nothing جسمك مفرز جسمك is in يعني paralyzed you're in paralyzed state completely paralyzed. هذه في مرحلة deeply relaxed اللي هي هذه مرحلة الهيبنوسيس اللي أنا الآن في هذه المرحلة لسه صاحي. صاحي بس ما تقدر وعي كامل. فأنا لازم أعرف أحطك ب 7.5 ولا 4. 7.5 لما بدي أغير تغيير مثلاً smoking رعب تغيير behavior. الفور لما بدك عملية. I'll take you that deep إنه ما تحس بالوجع باخدك لطريقة إنه ما تحس بالوجع ف I don't have to go to four لما بدك تغير يعني مثلا بدك توقف التدخين هاي ما I don't need to take you there سبعة ونص تمام لأنه خلص هاي بتقول لي إنك أنت سامعني و you're alert and you hear me طبعا إذن أوديس أيضا آسف للمقاطعة المعلومات اللي بتقوليها مهمة جدا أنت لأن عارف الموضوع تتكلمين سريع جدا فأنا من أجل مصلحة المشاهدين ومن أجل مصلحتي أيضا حتى أفهم الكلام اللي بتقوليه إذن يعني لما نكون بمرحلة الاسترخاء العميق ب 7.5 هنا أنت ممكن تسوين العمليات البسيطة إذا واحد مثلا يريد يدخل يترك التدخين لكن إذا عنده عملية معقدة أكثر أو موضوع شائك لازم تنزلين موجة الدماغ عنده أكثر إلى 4 هرتز مزبوط الأربعة اللي هي العمليات giving birth نعمل hyper birthing الست لما بتكون بدها تعمل ولادة من غير ما تأخذ الأبيدرال أو عملية الدنتست هاي الدنتست شي بيسحبوا لهذا كله it's four بكون قاعدة معاهم بتولد الولد no pain. يعني أنا ممكن أعمل عملية حشو السن مثلا من غير ما أحط بنج بسني وعادي ما يصير عندي ألم nothing you don't feel it لو مارست لو أحد مارس علي التنويم المغناطيسي أنت بتقدر تعملها إلك I can teach you ما أنا لما يجي لي زبون بعلمهم how to do it أنت I will teach you guys later on بعلمكم كيف تعمل it's so easy طيب الشيء الآخر أيضا هاي اللي كنتي الحامل أثناء الولادة ما في داعي تأخذ المسكن الأبيدورال إذا بس أخذ نومناها مغناطيسيا ممكن تولد من غير آلام الطلق أو الولادة ما في الألم ما بيحس أيوة بس أنا اللي حسب ما أعرفه أنا ما يعني اللي أسمع طبعا أنه
هذه الآلام مهمة للطفل حتى يخرج صح؟ لأنه هو زياد لما يجي لي واحد بدي يعمل لي أعمل له تنويم مغناطيسي for pain ما بعملها من غير ما يعطيني الروشتة، الدكتور لازم يبعثه، أنا I'm not allowed to touch them. فلما pain you need pain ما تنسى، يعني تجي لي مرات أنت لاعب رياضي بتركض، أنت this is your life إنك تركض وشو بقولها بالإنجليزي you sprain your ankle، فبتروح الدكتور وكذا وأنا عم بساعدك عشان to handle the pain. بس ما بقدر أشيل كل البين لأنه إذا شلته I can do that، بلكن إجرك مكسورة وأنت مو عارف وأنت عم تركض. The ankle اللي هو الالتواء بالكاحل آسف ما نعم. فإذا علشتك إني شلت الوجع كله أنا رح أزيك لأنه بصير تركض وأنت مو عارف إنك عم تأذي حالك. البين معناها في إشي غلط بالجسم. You have to listen to your body. البين it's a natural way إنه يقول لك في شيء غلط. فأنا شو بسوي؟ بنزل لك البين لا يعني 0.1% إنه يقول لك في إشي عشان ما تركض. فلما يصير الهايبربيرثنج اللي بنعمله الميدوايف والدكتور بقولنا مثلاً they need to have a little bit of pain لأنه عشان يعرف الدكتور إنه الست جاهزة إنه تولد، لأنه she needs to tell the doctor. بس أنا I turn the pain into pressure. بتحس بدال الوجع إنه pressure. فبتقول أنا حاسة بالpressure. بيجي بفحصها الدكتور بقولها اوكي انت جاهزه، بس البين اتس اول نيورونز. مساله الى علاقه بس بالجهاز العصبي والالم هو جزء يعني ينتج الجهاز العصبي. اوديس بدت الاسئله تجي علينا وتتفاعل كثير، جمهورنا استمروا بطرح الاسئله اكتبوا راح نجاوب على كل الاسئله بالتاكيد، يعني بالتأكيد حنرد على كل أسئلتكم، لكن بنفس الوقت لأنه أوديس عندها معلومات كثيرة أريد أول نأخذ المعلومات كلها منها، فمن خلال الشرح ممكن بعض الأسئلة أصلاً تجاب بسرعة، والأسئلة اللي ما رح تجاب أيضاً رح أنا أطرحها عليها ونستمر بالحوار معها. فقدموا لي الأسئلة وأنا بانتظار كل تساؤلاتكم. أوديس إجانا اتصال أيضاً الآن من أحد الأصدقاء، من آدم غدار من تورونتو. هاي آدم، ممكن توطي تلفزيون عندك آدم رجاءا؟ إيه مش الحال وطيته. هذا آدم؟ آدم غدار من تورونتو. مو آدم اللي بعرفه. أخبارك؟ أهلا وسهلا. شكرا على الحلقة المميزة، كتير كتير مهمة، وأنا هالشغلات شوي تعلمت منها بالميديتيشن، ففي عندي فكرة. بس في عندي سؤال. أنا مرة صار معي شغلة عند الاستيوباث، يلي هو شو يعني استيوباث بالعربي زيادة؟ طبيب العظام والكسور. فكان عندي شغلة شوي، عندي وجع بأسفل ظهري وبكتفي من الشغل. فهو عنده معلومات كان عن هالموضوع عن الهيبنوسيس، وبكما انت عم تقولي انه صار يسألني أسئلة ورجعني لمطرح كتير انا لما كنت صغير، وأنا بوافق على الموضوع لأنه أنا حسيته حتى مظبوط حسيته يعني. ومدال ما كانت القعدة عنده تقريبا شي 40 minutes 40 دقيقة، ضل تقريبا ثلاث ساعات. بس مثل ما أنت عم تقولي مظبوط، صار عندي شغلات بلشت أنه أكيد يعني كنت كتير ديبلي ريلاكس، حتى أنه صار جسمي يتحرك من دون ما أنا أعمل كنترول عليه أبدا. بس كتير ارتحت بعد الموضوع. السؤال اللي بدي أسأله، أنا كتير بحب هالمواضيع على فكرة وقاري عنها طبعا. السؤال اللي بدي أسأله، والشخص اللي بيعمل هالشغلات يعني مثل مثلا شغلك أنت، أو كيف تقدر تظهر من الحالة بعد ما تعرف كل الشغلات عن الشخص؟ أظهر يعني تقدري تظهري من الحالة اللي مثل صرت تعرف كتير عن معلومات عن ناس معينين، وكيف تقدر تطلع من هالحالة بتكون شوي نيوترال؟ بس أنا حابب هيك أعرف. لا لأنه هاي it's my job. أنا شو بعمل يعني ما بأخذ أكثر من 4 patients a day لأنه تعب على جسمي مش على العقل، أنا I control it. بس إحنا منقول good therapist have therapist. أنا بسوي يوغا every Sunday، يعني هذا Sunday it's my day off، بسوي يوغا بسوي meditation، عندي البس اللي هناك هاي that's my meditation pillow over there.
فاي فايند ماي اون ويز، بس ما بخليهم ياثروا علي يعني، لانه هذا اي لاف ماي جوب. لما تيجي انت مريض نفسيا وعالجك وبتطلع مرتاح، اتس ذا بيست ثينج اي دو. بس ما بقدر اعمل تو ماني بير داي لانه تعب تعب، تعرف علي، مش على الاعصاب، تعب على الشغل، لانه التنويم المغناطيسي تيكس ا لونج تايم تو دو، مش شغله يعني انه امسكك وانزلك هيك، نوت لايك ذات، مش اللي بتشوفوه على التلفزيون، از نوت لايك ذات. في سؤال عندك اجالك من سالار زراري يقول طيب احنا ليش ما نستخدم التنويم المغناطيسي بدلا من التغيير من التخدير اللي كلنا نعرفه باجراء العمليات الجراحيه؟ اذا انت قلتي انه يصير نستخدم التنويم، ليش ما نستخدمه؟ you have to ask for it. انت بحقلك الدكتور ما بقدر يقول لك انت، بس انت بعطوك اياها لما في ناس عندهم حساسيه من الادويه التخدير، فوقتها they tell you about it. بس انت you have the right to ask for it، لانه احنا هذا يعتبر دواء، ف you have the right to ask. اذا بدك هدول الهيبنوبيرثينج، كثير في ستات هلا ما بدهم ياخذوا الابيدورال، فلما هي بدها الهيبنوسيس تطلب هذا they call me and I do it. الدنتيست they call me and I do it. الدكتور مثلا تبع الباركنسون بتصل فيه، باجي على العياده وبسوي الهيبنوسيس على البيشنت. فانت you have to ask for it، بس الناس ما بيعرفوا عنها. بس انا بعرف بمونتريال على فكره عم بيستعملوها هلا بالمستشفيات للاطفال للي بيعملوا لهم حرام الكيموثيرابي للكانسر بيشنتس، لانه الكانسر كثير بياثر عليهم لما يحطوا لهم الهاي فور بين مانجمنت واستفراغ والتاثير على الجسم. فلما يعملوا لهم تنويم مغناطيسي بالحاله قبل او دورين الكيموثيرابي، حتى التريتمنت بتخلص ماتش فاستر والسايد افكت تبعها اقل. سؤال آخر عندك من يوسف الزهاوي يقول هل الشخص الذي ينام مغناطيسيا من بعد ما يفيق يتذكر الحكي اللي صار أثناء التنويم ولا لا؟ في ناس عندي بنسوا، في ناس بتذكروا. أنا I record everything. هل أنت قانونيا يعني مجبرة أن تسجلين الجلسات؟ لازم نكتبها يا، لأنه it's we have to have a file for 7 years. لأنه إحنا ممكن نروح المحكمة. يعني التنويم المغناطيسي بيستعملوه كمان بالمحاكم لما يصير جريمة قتل والناس بيصير عندها شاك وبنسوا، فلازم كل شيء ينكتب. التسجيل أنا I don't wanna ruin the episode، بس التسجيل بعملها عادة لما أعمل تنويم مغناطيسي عن الحياة القديمة. هاي you will forget it. حنجي عليه. لا أنا الحياة السابقة والموضوع هل هو خرافة أم حقيقة نجي عليه بعدين. الهيبة الغوالبي تسألك تقولك يقدر تعرفي التوقيت اللي يفضل المريض لحد إمتى، يعني ممكن أثناء العملية يصحى لو في بيحصل كده فعلا يعني؟ لا لما تكون بالمستشفى معاه you're with them. احنا we're control، احنا الاثوريتي، لانه احنا متمسكين بالعقل الباطني. يعني انت مسكين واحنا مسيطرين على العقل الباطني، فاحنا we're watching you we're watching. ما ليش لازم اعرف your heartbeat your breathing علي؟ فاحنا معك بالعملية وبنحكي وحاطين لك headphones وانت حاطت headphones and we're talking and talking and talking and talking وانت ولا الدريل شغال والدكتور بشيل والدم بيرفر وانت انت بي paradise بي you know you're happy you're smiling. انا بطلع يعني it's amazing الطريقة انك انت ممكن توقف it's you do it not me. انا just an instrument. يعني انا بس بساعدك ان انت it's your own world. بتكون بالبهاماز والدكتور قاعد بشيل لك الدم. سؤال آخر من عايشة الورداني من مسيساغا بأونتاريو تقول التنويم المغناطيسي هل يقوي الحواس وبالأخص الحاسة السادسة؟ لأنه بتفتح الميموري بانك، بتفتح الإحساس if you already have it. يعني ما حد بيخليك ممكن عندك وانت suppressed it. في عندك دائما احنا كل السنسز عندنا، بس مرات بتكون ناقصه او مش مبينه. فمرات التنويم المغناطيسي بتساعدك انه تعطيك تطلع القوه if you already have it. ما حد بغير شيء انت if you don't have it you don't have it. نعم. يعني لما يجي لي واحد يقول لي عندي خوف من السبايدرز that's a common one. خوف من السبايدرز، تعملوا لي علاج مغناطيسي تخليني ما أخاف من السبايدرز. Of course أنا رح أساعدك، بس ما بقدر أشيل الخوف كله. الخوف you need it. هاي it's in our DNA. ما بقدر أشيل الخوف من الDNA. إذا شلته يعني تشيلين الخوف من العناكب فقط وليس
حاسة الخوف أو هذا الشعور بالخوف. هاي الغريزة تاعتنا، فلأنه إذا شلتها بيجي لك كروكيدال ولا بيجي لك أسد بتيجي حبيب قلبي يختي يختي بدك تاخذ سيلفي معه. لا، فهاي إحنا we're born with it، بس الفيرز it's all conditioned من أشياء البيئة السبع سنين اللي مرقنا فيها. ما هي الغريزتين أو الغرائز المتعلقة بالخوف اللي إحنا نولت فيها؟ الموت. يعني من قبل ما يعلمونا خوف من أي شيء، من الحشرات أو شيء. الموت والصوت العالي. الموت. الصوت العالي. الصوت not public speaking. الموت والصوت العالي. الصوت يعني الموت. إذا مثلاً صوت انفجار سمعت راح أخاف. Yeah. لذلك مثلاً الطيور لما تسمع صوت انفجار أو شيء كلها تطير بالهواء فجأة. مظبوط، هذا كل الحيوانات وكل الإنسان فيها هاي الغريزة. الإنسان كيف غريزياً يخاف من الموت؟ It's evolution Darwin. It's الموت. يعني إحنا فقط نولد بهذه الحالتين نخاف، لكن ما نخاف من أي شيء آخر. ولا أي شيء. التغذية اللي تصير بدماغنا الـ NLP هو هذا. بيصير معك شيء، يعني بتروح الحرب بتكون محارب أو بيصير شيء كلب عضك وبتخاف وكذا، هاي it's you learn it as you grow. البيئة اللي أنت فيها. في تعليق أيضا من جمال الشريف يقول هنالك تكنولوجيا جديدة للسيطرة على التكنولوجيا عن طريق التعلم عن ذكريات العقل الباطن. ما بعرف عن learning، هاي الذكريات موجودة فيك بس شو بيصير أنت بتنساها. أعطيك الفكرة، يعني مثلا افرض هلا هاي this is my living room، هذا الconscious side تبعي، العقل العالي اللي عايش فيه، وعندي غرف نوم كل غرفة فيها ذكريات، كل الخوف بغرفة واحدة، كل المحبة بغرفة واحدة، كل تتذكر العقل كله filters. مظبوط، فكل غرفة فيها الملفات تاعون كل الذكريات تبعتي، وفي ملفات مع العمر ومع العمر بترجع لجوا جوا جوا. بالهيبنوسيس كأنه أنت بتفتح الباب ويو جو إن، وبتفتح الباب وتدخل وبتشوف الميموريز تبعتك وبتلاقيها. وفي ناس بتذكروا أشياء حتى لما كانوا ببطن أمهم، في بتذكروا أشياء وإتس ترو، يعني صارت ما كانوا يعرفوها بس بتذكروها وبسألوا بعدين. أنا تذكرت لما كنت أتدرب، يعني تذكرت أشياء حكيت لأمي، بقول لها أنا بتذكر كان عندي لعبة كذا كذا، بقول لي how could you remember this، قلت لها قالت لي ما كان عمري يمكن 3 months، قلت لها بتذكر it came back. فليش تعلمت الـ past life regression؟ لأنه في ناس بكون بعملهم تنويم مغناطيسي بتذكروا أشياء من الحياة، التكرر الماضي والحياة الماضية، بس it doesn't matter is it real memory ولا fake memory، it's therapy. إذا بتساعدك بتساعدك. سؤال آخر أوديس، السؤال هذا من داود زقورة من المغرب. داود مدرب كرة قدم ورياضي، يقول العلاج بالتنويم المغناطيسي على تحسين المستوى الرياضي للشخص. Oh yeah, huge. ما هو it's mind over matter. It's how you talk to your mind. طبعا it's انت ما تنسى الماضي بيأثر على المستقبل وما بيأثر على حاليا. فإذا عندك مشكلة نفسية، أي مشكلة، ممكن التنويم المغناطيسي بيساعدك تلاقي الحل، لأنه you have to find the stick. طبعا لما اعمل لك اي تنويم مغناطيسي دائما بقول لك تعملها مثلا you're gonna do the best according to your ability، يعني ما حسويك genius. اذا انت منك genius not genius، بس انا I can make you find your wisdom. فانا لما احكي مع العقل الباطني بقول you will do your best to your best of your ability. علي بس هذه العلاقه بين العقل والماده اللي انت سميتيها mind over matter. كيف أنا أتحكم؟ هل هي جزء من التحكم بالألم عبر التنويم المغناطيسي؟ يا ما الألم نيورونز. أوكي. هون جاي. فأنت يا الأعصاب. فأنت وهاي من وين تيجي؟ subconscious. فمثلاً أنا قبل يومين. لا وعي. بالضبط. كان عندي وجع رأس. أنا I get migraines. بيكون عندي وجع رأس. بلش الوجع رأس. بدل ما أروح أخذ التايلينول ولا الأدفيل. قعدت احكي لحالي، سكرت عيني، اي دينت جون، يعني مدتي شو، قعدت اتخيل هذا الوجع انه صار ايش، حراره، انه صار بدال الوجع حولته لحراره، صار حراره وراح الوجع 3 minutes. لانه اقول لك شغله انا نسيت اقول لك زياد، العقل الباطني it works by
images. فأنت لما تفكر حالك عم تعمل شغلة أو أنت you are imagining it, العقل الباطن بيفكر it's happening for real. العقل الباطني ما بيعرف إذا هذا مزبوط ولا مو مزبوط, تخيل ولا حقيقي. فأنت إذا بتتخيل شغلة, ليش إحنا هاي الهيبنوسيس بتصير بالمستشفيات والعمليات؟ بحكي معك أنت هلأ بالبهاماز وفي المي حواليك والويفز وإنت you feel it. فالعقل الباطني بيفكرك وبيصير الكلاينت بشوب مع أنه لأنه بيحس حاله بالبهاماز يسخن ويسخن وكذا, لأنه العقل الباطني thinks you أنت بالبهاماز. فالجسم كله بتغير, الفيزيولوجيتي بتتغير. سياد لما نحلم احنا بالليل بتقوم وعندك نايتمير, بتقوم شوبان وعرقان وبتهاي, لانك مين اللي عم بيحلم؟ العقل الباطني. It doesn't know انه it's a dream. لما تصحى بتقول الحمد لله طلع, you know what I mean? هذا العقل الواعي اللي بيعرف الفرق. عشان هيك عنا عشان هيك عنا مثلا السكيزوفرينيا وعنا الديلوجنز, العقل الامراض العقليه الثانيه, هاي الفلتر النورونز بين العقل الباطني والعقل الواعي ما في, فما بيعرفوا. if they think they see something, بقول لك انا شايف في حدا قدامي, عندهم hallucinations in their mind, they really think they see it. فاحنا to respect that. ومعلش سؤال من تورونتو من امال هارون تقول, هل يساعد التنويم المغناطيسي على تحسين الحالة النفسية أو أي نوع من أنواع الصدمة؟ كثير أنا بيبعتوا لي psychiatrist PTSD و-rape victims. PTSD و-rape victims مرات بيعالجوهم بأدوية, وفي منهم بقول لك أنا ما بدي أدوية خلاص, بدي علاج طبيعي, يعني it's a natural science. فاليوم التنويم المغناطيسي it takes maybe 10 sessions للحسب التروما. PTSD ممكن 10 sessions لأنه لازم يرجع يعيش الميموري. بس شو بسوي الميموري؟ I cannot take it away. الميموري الميموري, يعني هاي ما بتقدر تشيل الميموري. بس الميموري الايموشن اللي اتاتش تو ذس ميموري I turn it من نيجاتيف لبوزيتيف. فبتخليك انه خلص انسى الماضي, forget the past, don't live your story, let's focus on the future. فريب فيكتيمز بيجوا ناس مثلا حرام يعني بيهم وكذا, you can't change that, بس you have to help them انه خلص وركز على المستقبل, سامحهم. You don't know what they went through. فبعلمهم كيف يسامحوا, يعني انه ينسوهم ويسامحوا حالهم لانه مرات يتجاوزون الازمه. فهاي بيقولوا لها السي بي تي اللي هي كوجنيتيف بيهافيور ثيرابي, هاي كثير ممتازه. هاي اتس هيبنوسيس, تحكي مع الانسان وكذا, علاج السلوك الادراكي بالضبط. هاي احسن من الادويه, بس طبعا صعبه شويه على الكلاينت لانه they have to relive it. بس ليش لازم أكون أنا قاعدة معهم بالهيبنوسيس؟ لأنه أنت لما تكون بالتنويم المغناطيسي أنت العقل الجسم ما بيعرف إذا أنت بتتخيل ولا حقيقي, فيو ريليف ذا تراما, وبصير عندهم بانيك أتاك وبصير عندهم إنزايتي. مرة واحد صار قلبه وأنا was worried he's gonna get a heart attack وكذا, بس that's why I have to be there, لأنه بعرف what to do, where to click, what to say, the key word to say. أقول له اصحى أو قوم, لأني بتحكى بالعقل الباطني, لأنه مرات بدخل deep deep in, I cannot control it and I don't want to. وخاصة أنا أقول لك بصراحة, إذا عندهم الـ double personality هاي بتطلع بالتنويم المغناطيسي. البايبولر يعني البايبولاريزم؟ السكيزوفرينيا البايبولر easy to treat. الانفصام بالشخصية. واحدة كنت أحكي معها مرة, واحدة قلبت لـ 3 year old girl. واو. وهي ما كانت عارفة. وعرفت انه شيء كنترول, مع كان عندها تروما when she was 3 years old. فالبنت هاي كانت زي ما تقول الشخصيه موجوده تحت, بس بالتنويم المغناطيسي طلعت لانه هذا كله بالسبكونشس. وحكيت مع البنت الصغيره اللي هي الكلاينت وقلت لها انسي وكذا وليت جو ان بيس وكذا وكذا وعاديه, والكلاينت ما عرفت انه عندها كان شخصيه ثانيه تطلع بتنويم. سؤال من تيما من كناتا أوتاوا تقول, أنا حضرت محاضرات عن كيفية تحسين الصحة النفسية للمهاجرين وقالوا أنه في بعض الأحيان يستخدمون التنويم المغناطيسي لمساعدة بعض الضحايا على نسيان الحادث المؤلم, ولكنه في بعض الأحيان يكون غير قانوني, هل هذا صحيح؟
بيصيرش قانون. احنا we are احنا certified مع البورد. يعني you have to شوفي لما تروحي عن hypnotist make sure انه هذا الhypnotist certified. احنا مرخص مرخص ولازم نكون مرخصين مع UFT مع انا عندي 5 licenses. ففي ناس بيقولوا لك والله اجى الhypnotist ومسكني. we're not supposed to touch without permission. يعني في اشياء ممنوع نعملها واحنا we have a lot of code of ethics واللايسنس تبعتنا يعني لازم تنحط وعندها رخصه وكذا. فمو مرخص if it worked for you it worked for you بس خطره لانه بقول لك الواحد ممكن يعمل تنويم مغناطيسي they can brainwash you. انا ممكن اخليك تنسى اسمك if I want to. هو هذا ايضا شوفي سؤال اجاكي من احمد حارث يقول لك ممكن يكون التنويم خطر. Very, very dangerous. عشان هيك أنا ما بعمل تنويم مغناطيسي إلا ما أكون أنا قاعدة بالغرفة. I need to be there. لأنه صارت معي أنا وأنا بتدرب بالـ UFT أنا ما بنساها هذا. الكلاينت كان عنده مشكلة من المي. بيخاف يسبح. فعملت له تنويم مغناطيسي وأنا ما جبت كلمة المي. بس لما صار بتنويم المغناطيسي صار بمي وصار الشارك أتاك هم. وحالته وباخرة ونزل وواعي يعني I could not wake him up. يعني بالآخر سوري اضطريت أعملها الطريقة العربية فضربته كف وصحيته لأنه he would not wake up. واو no, he can go in وممكن يموت. سؤال إجاكي من أيضا من عائشة الورداني بتقول لك كيف نساعد أنفسنا حاليا من القلق بسبب وضعنا مع كورونا محتاجين نصائح وشكرا. القلق هاي very common اللي هو it's mind over matter. فشو بتسوي الستريس انه هو كيف انت بتحكي مع العقل الباطني. يعني هاي اكتر شغلة I am getting a lot of كيف تحكي مع حالك هذا مهم. انت بتعمل تنويم مغناطيسي لإلك وانت مو عارف. واحنا العرب عندنا العادة انا منحوسة حظي زفت الدنيا مسكرة قدامي انا بشعة انا ما حد بحبني I can never find a partner وكذا وكذا وكذا. كيف انا بحكي مع حالي I am talking to my subconscious. فأنا عم بحكي negative. فالsubconscious تبعنا بسمع بس الكيوردز. انت كيف تحكي معه. يعني افرض عندك puppy بتجيب الكلب. البابي ما بفهم بتقول له هاي في لعبة ترميها للبابي. بقول له بدي ارمي لك اللعبة ارميها بيروح بيجيبها. نفس البابي قاعد قدامك بقول له قول له للبابي هاي اللعبة رح ارميها. Don't go get it. Do not go get it. بترمي البابي goes and gets it. لأنه ما بفهم البابي الفرق بين negative والpositive. بفهم بس get it. فأنت لما تقول لنفسك I am a loser. أنا تعبانة. أنا ما بدي أكون فقيرة. أنا ما بدي أكون ناصحة. ما بدي أكون ناصحة. ما بدي أكون فقيرة. أنت you're gonna be poor all your life. لأنه العقل الباطني سمع مش not. سمع فقيرة no problem. أنا I will make sure you only see الفقر. تشوف النحس. تشوف القرف. بس انت all it takes reprogramming تقول I am rich just say it feel it. وحتى لو منك مو آمن بس قول I am in the process of getting better I am in the process of be positive. مش بقول الناس be positive it's a huge thing. فانت لما تصير positive it takes 21 days للعقل الباطني انه خلص يشيل النيجاتيف لانه العقل الباطني بيشتغل على الهابتس. it takes 21 لذلك days. احنا في ثقافتنا العربية نقول تفائلوا بالخير تجدوه. مظبوط يعني نكون متفائلين هي لحالها تصير الأمور طيبة وبتصير بحالة عايشة maybe إذا نقدر نساعدها راح نقولها لازم ما نقول أنا ما راح يصير عندي كورونا لأنه ممكن الكون يعطيها كورونا يعطيها كورونا بعيد الشهر يعني لكن راح نقول شنو أنا I am safe I am healthy I am safe أنا بصحة جيدة أنا بأمان أنا بأمان. أفرجيها للأخت كيف بيصير مثلا افرض وبتصير معنا كتير مثلا إذا ما بعرف إذا في من المشاهدين ستات عندهم أولاد هاي just a simple كثير منهم عندهم أولاد أوكي طيب إحنا يعني الست قبل ما تحبل ما كانت تنتبه على أشياء. أول ما تحبل الست بتلاقيها ماشي بالشارع بتقول أوه ماي جاد هاي في واحدة حبلة هاي حبلة هاي حبلة هاي في ولد صغير هاي في حضانة هاي في شيء. المايند automatically starts to notice things. يعني قبل ما كنت تنتبه عليها هلا بتصير تنتبه عليها. هذا الهيبنوسيس. فانت لما تكون تحكي بالنيجاتيف المايند تبعك العقل الباطني your puppy راح يفرجيك اللي انت طلبته. فانت فكر هيك اليونيفرس هذا the movie the secret اللي book that's what it is. Positive. كتاب المؤلفة المشهور جدا روندا
نسيت اسمها الثاني، روندا كتبت كتاب The Secret واللي تحول بعدين إلى فيلم وثائقي. يا هذا هو، أنت you think positive وهاي اللي بتصير المأساة بالعالم. أنا منحوسة، في واحدة بعرفها أنا منحوسة، نحس. قلت لها يا حبيبتي والله ما حدا نحس هيك إلا أنت، انسي أنا منيحة أنا منيحة أنا منيحة أنا منيحة. That's all you have to imagine. لأنه ما تنسى العقل الباطني picks up everything و it's their job إنه يعطيك اللي أنت طلبته. هو قاعد بسعدك، هو الكلب تبعك، it's there to protect you. إحنا مولودين بالعقل الباطني to protect us. فبe careful how you talk to yourself. Be yeah. careful how you talk to kids. Be careful how you talk to your partner. النيجاتيف والنق وال هذا كله بأثر. أيوة اسمعوا يا نسوان، النق النق والوسواء، هاي الوسوسة. ما ليش كانوا يستعملوها، هاي يستعملوها كبلاك ماجيك والشعوذة، وليش منعوها الكاثوليك والأديان هاي؟ لأنه it's true. That's how it happens. إذن يعني ما في شيء سحر اسمه سحر، هو السحر سحر الكلام. سحر الكلام هو الكلام. It's all about the word. عفكرة. يعني مو مسألة تجيبين خفاش وتطحنيه وتحطي له تراب نملة يتيمة ومش عارف. I am vegan. ما بأكل حيوانات. No, nothing like that. بس شو بيصير كيف لما يجي لي كلاينت بده مثلا يوقف التدخين، أفرجيه كيف السحر هذا، هو السحر هذا بيعتبره. يجي لي بدك توقف التدخين، طبعا أنا بسوي الـ NLP هاي، إنه بصير أسألك عشان أشوف how you perceive your world، بدي أشوف السنسز تبعتك، تسمع how do you sense your world to build trust. فبعدين بحكي معك when I break the wall وبدخل على العقل الباطني. العقل الباطني very young، ما بفهم كلمات، لازم أعرف carefully what to say. فبصير أقول لك أنت بتكره التدخين، ما بقول لك أنت ما بتدخن لأنه العقل الباطني سمع الدخان. ما حتى كلمة التدخين ما بحكيها، بصير أقول لما بدك تمسك سيجارة بتصير تحس بقلبك، بتصير تحس قديش الهيلث تبعتك ومهم جسمك، you focus on yourself. You have to remember I'm talking positive. فأنا بعمل اللي عملته وحطيت الكلمات، زرعتها جوا العقل الباطني، بتقوم وبتروح. أنا اللي عملته 30%. وين الجراءة لما تروح على البيت؟ تيجي على البيت تمسك السيجارة، رح تسمع الكلام اللي حكيته، رح you gonna hear it. السيجارة مش منيح، أنا حياتي مهمة، أولادي، حياتي، مستقبلي. بس you can always take the cigarette and pick it up and hold it. إذا أخذتها ودخنتها ضيعت مصرياتك ووقتك. الجراءة إنه أول مرة بس don't hold the cigarette، يعني حاول ما تمسكها لأنه سمعت الكلمات عم بتنق عليك بتوسوس. لو جيتك أنا وأقول لك يا أوديس أنا مدخن لكني جاي عشان تعملي لي علاج لأنه أصدقائي يريدون مني أقلع عن التدخين. السلام عليكم. It's not gonna work. You have to want to، لأنه إذا حاولت أعملك تنويم مغناطيسي الفلتر رح يوقف، ما حيدخلني. إذا لازم أنا يكون عندي الرغبة أني أتغير من أجل أن ينفع التنويم بالتغيير. أي علم نفسي ما بيشتغل على الكلاينت إلا ما يكون، حتى الدكتور النفسي بيقول لك ما بعالج إنسان مريض إلا ما يكون هو جاي بيقول لك خلص أنا بدي أتعالج. نعم. لأن العلاج النفسي it's all placebo effect. لما أقول لك مثلا ما تدخن سيجارة وكذا وكذا، ما بتمسك السيجارة أول مرة، أوكي هاي it's the first step. second step تيجي إنه تاني يوم بدك تدخن سيجارة بتصير تكره السيجارة، ثالث يوم حتى بتروح الـ بتصير ما تشوف السيجارة، خلاص بتروح الرغبة لحالها، it becomes a habit. هلا بتصير جوا صرنا نبني عادة جديدة داخل عقلنا. أوديس من تورونتو أيضا، في واحد بيسلم عليك، علي كريم. علي علي هاي علي حبيب قلبي، علي هو علي. ايه علي oh my nurse حبيب قلبي، I love علي الممرض. oh my god I علي love is a nurse. We have to speak in English because Ali is from Iran. He lives in Toronto. He's a nurse. He's a frontline nurse. حبيب يعني قلبي. علي هاي من الممرضين اللي يواجهون الكورونا و we have to give him a very big thank you. Ali, thank you so much for all the good work that you are doing for us. Ali is watching us right now, and
I thought of giving him a very big hello and a very big thank you from me and Audice and everyone who's watching us right now. My cat. Thank you for all the good that you do, Alawi. We love you so much. I love him. Thank you, Ali, for everything you do in nursing. I know he works in ER. Ali works in ER بغرفة الطوارئ وأيضا يعمل الآن في الخط الأول لمواجهة فيروس كورونا و الله يحميه لأنه علي من أنظف الأشخاص وأطرف الأشخاص اللي شفتهم بحياتي. سؤال عندك من أمال هارون تقول هل نجحت كل الحالات وهل حدثت أي انتكاسات في حالة المرضى بعد التنويم؟ اللي بيصير هاي احنا we have to لما يجي واحد نقول له لما نفتح التنويم المغناطيسي مرات بترجع memories انت العقل الباطني نساك اياها لانه it was awful يعني الاطفال اللي بيعتدوا عليهم اهاليهم هم صغار يعني في حاله اعتداء جنسي في واحد اجى عندي مره وكنا بنعمل تنويم مغناطيسي واكتشفنا وهو طفل لساته بالكرب كان ابوه يجي ويعمل اشياء فيه يعني بس شو بيصير اعتداء جنسي وهو طفل بالكرب واشياء بيشوف لانه فها احنا شو بيصير معنا العقل الباطني بخليك تنساها لأنه to protect you مش إحنا بيصير عندنا مرات شوك أو تراما أو شغلة إنه مننسى ليش بيصير مرات حاس الواحد بيصير عندهم short term loss of memory لأنه it's so much فالتنويم المغناطيسي بيساعدك إنه تفتح هاي بس مرات you don't know that you have it فأنا I make them sign a waiver إنه if this comes up إنه يخبروني ويحكوا لي لأنه بدهم علاج تاني أو we find something. قال أيضا إجا من كناتا من تيما مرة ثانية هل ينفع بمساعدة الأفراد على الإقلاع عن التدخين؟ جاوبنا هذا السؤال. هذا أوسمان. يا. جواب نعم تيما. السؤال الثاني إجانا من يوسف زهاوي يقول هل يستطيع من يجري التنويم المغناطيسي يعني أنت أن يمحي من ذاكرته الذكريات المؤلمة أو الأحداث المؤلمة؟ يعني لو أنا عندي ذكريات أنت فيك تشيليها؟ لا ما الميموريز ما بتروح الايموشنز بنغيرها الايموشنز اللي تريجرد مع الميموري بنغيرها من نيجاتيف لبوزيتيف هاي بنعملها مع الريب اللي بتيجي الاغتصاب لانه الاغتصاب بدمر الانسان يعني فهاي بنستعملها انه الميموري خلص سامحه وهذا كان مريض نفسيا وكذا ولرجو وموف اون. طيب السؤال آخر إجاكي من سالار يقول هل صادف أن شفتي في مجال عملك شيء غريب أو حادثة ما كنتي متوقعتها؟ يعني هاي زياد أنا بينادوني مرات تدو إكسرسيزم يعني تعويذة تشيلين أرواح شريرة بس هي هذا علم يعني أنا أوكي هذا برنامج تاني hold on صار بيها تعويذة وأرواح لحظة واحدة. I'm trained in a door. Audice, يعني أنت مرة تم استدعائك على أساس تروحين تعملين تنويم مغناطيسي ولاحظتي أن هناك شخص ملبوس بجن أو روح ومتلبس ورحتي تطلعي؟ أنا ما بقى من هيك. No, شيخ اتصل فيه اللي تعالي فيه عندهم حالة واحد عنده جن داخل فيه. بس انت علميا هذا غلط ما في شيء اسمه جن داخل في شخص في ناس بيؤمنوا انا I'm not religious يعني بس ليش من انا من المنظور العلمي انت كيف تشوفين هذه الحالات مرض ومن مرض انه عنده تلبس يعني هذا مرض نفسي اذا هو مآمن انه عنده تلبس معناها العقل الباطني مآمن انه عنده تلبس معناها العقل الباطني بيؤمن انه ممكن يتعالج فهو بيجي مرات نشوف يطلعون اصوات ويتكلمون بصوت عمل اصوات ومش عارف شو والشمعة طفت وضوت والشيخ شخ تحته وكذا بقول يا زلمه اقول لك صراحه زياده يعني انا I don't know if I should say this لانه مش اي واحد gets picked to train on this and why I was picked by the UFT البروفيسور تبعي you have to be a free thinker لانه اذا واحد مؤمن زياده عن اللزوم بيروح يشوف الاشياء هاي بخاف فلاني انا ما بآمن بالاديان ما بآمن بهذا I am the perfect candidate إني أروح وأقول لك أنا عندي كذا وكذا وكذا بقول أوكي حبيبي اللي عندك عندك خليني أعالجك It's what you think I can use to treat you فهمت علي؟
فهاي عملتها مع الشيخ وعملتها واحدة مع صاحبتي كانت كتير روسية ما بنساها، مش صاحبتي يعني روسية، والله والله وقلت لها مين السينت تبعك؟ سانت مايكل. جبت لها سانت مايكل، نزلته سانت مايكل، قلت لها هي سانت مايكل جنبك. هو كله من الخيال يعني، خيال الإنسان هو. وإجا سانت مايكل وصلب عليها ودعا عليها وكذا وشي هيلد. طيب رشا عبد الله تقول هل يعمل التنويم المغناطيسي مع الأطفال لمعالجتهم من بعض العادات أو تخفيف أعراض طيف التوحد مثلاً؟ أنا أحلى إيش الأطفال so innocent، أنا بموت على الأطفال. الأطفال يعني ولا أسهل منهم، أنت ممكن تحكي مع الطفل تقول له آه شوف في فيري تيل وفي فيريز وبضبو وبطفو، تعرف لأنهم براءة بصير يتخيلوه أنت وبتغير الحكي معهم. الأطفال ولا أسهل منهم، خاصة اللي بيجوا بمص أصبعهم أو بشخوا تحتهم، هاي العادة اللي عندهم بحللهم إياها بسرعة، لأن الطفل البراءة تبعته سهلة جدا وما في عندهم critical faculty، فبحكي معهم على طول يعني I take control over their subconscious. طب سؤال حلو من هبة إجا يقول ها كيف اللغة ممكن أن تؤدي دور بالعلاج إذا كان الزبون اللي عندك يحكي عدة لغات؟ لا بس انت ما تنسى you don't lose control، يعني لما تكون عمل تنويم مغناطيسي ما رح تقلب تحكي لغة هندي لأنه انت ما تنسى هذا كله طالع العالم الباطني، فيعني whatever مهما كان نوع اللغة اللي هو بيستخدمها معك انت تظلين تستمرين به فهو يظل واعي بتلك اللغة. لأنه لغته هاي. طيب يعني مثلا انا الان المذر تونغ عندي او اللغة الام هي العربية مثلا، لكن اتكلم الانجليزية بطلاقة ايضا، فهل لما أجي أنا بأخذ معك العلاج وكنا نتكلم بالإنجليزي أمر معك إلى آخر الجلسة أقدر أبقى معك أتكلم إنجليزي؟ ما أنت بتجاوبني، أنا بحكي معك وأنت بتجاوبني، ما أنا اللي مسيطر عليك، ما تنسى أنا اللي بسأل وأنت بتجاوب. حلو جاوبنا سؤال هبة. سؤال آخر عندها تقول كيف الدماغ يعمل ويعني يمتص الأوامر التي اللي هي الكيوردز اللي كيف نحكي مع العقل الباطني، لانه العقل الباطني سهل جدا وسيمبل جدا وتيكس ايفريثينج ليترلي، فانا ما بحكي مثلا عن I never say the word no. You have to repeat repeat. العقل الباطني بتاخذ 300 repetition تالكلمه تصير habit اعاده. فبضلني احكي وبعدين بسوي شغله بيقولوا لها بعرفش اسمها بالعربي triggers، يعني وانت يعني مثلا انت جاي توقف التدخين محفزات ايوه، فوانت بعمل لك تنويم مغناطيسي بقول لك كل ما انت تشوف لون اخضر بتصير تكره السيجاره، اي لون اخضر بتشوفه بتصير تكره السيجاره، انا عم بسوي drilling. ف وانت ماشي بالشارع بتشوف تري بتشوف إشي اخضر بتذكرك انك تنسى السيجاره، فهمتي علي يعني؟ فهذا ال مش عارفه كيف احكيها بالعربي، علق العربي معي سوري. مشكله. مارتن شيت من تورونتو يسلم عليك. مارتن اوديش شلونك؟ بس ايش قالوا الولاد؟ سوري انا اخر مره شفته نسيت. مارتن الان عنده اولاد اثنين حبيب قلبي. جود كيف مدامته؟ الحمد لله. طيب عائشه تشكرك على الاجابه. سؤال من السيد استبرق الجنابي من تورونتو أونتاريو يقول هل يمكن للتنويم المغناطيسي تغيير مفاهيم أو العقائد الأيديولوجية أو الدينية لبعض الناس سيما في العراق؟ ولكن داعش بدأت تصير أفكار الطائفية وما إلى ذلك. ما that's what they do. ما هيك هذا هو اللي بيعملوه، بيجيبوا واحد عنده ضعف بالعقل الباطني. طيب يعني واحد عنده طائفية مثلا يكره ناس من الديانة المغايرة أو من الطائفة المغايرة، أقدر أعالجه هذا وأعتبره أنه شخص مريض؟ كلنا مرضى. زياد كل الإنسان عنده التفكير تبعه، بس شو بيصير؟ أنت بتصير brainwashing them. فطبعاً كل ما يكون الإنسان اللي قدامك أضعف غسيل دماغ نسوي له يعني. غسيل دماغ، بس هذا الغسيل الدماغ بدخل all the way لآخر شيء values تبعتك من عمرك 7 سنين، يعني هذا اللي بيجي بيصير يكره صار شغلة معه من هو عمره 7 سنين he's easy target إنه نعمل له غسيل دماغ. غسيل دماغ. فهمت علي؟ بس إذا أنت متعلم وفهمان وواعي ويجي يقول لك واحد راح تروح أقتل القتل منيح والقتل كذا وكذا وكذا it doesn't matter what you tell me I'm not gonna do it.
فهمت علي؟ بس انا ليش يعني انا اي دونت جادج هدول اللي بيعملوا الوسخ اللي بيعملوا الاشياء مش منيحه، لانه هم نفسهم كان عندهم مشكله، ما حد بولد يقتل ويكره. Every يعني احنا جايين بمحبه، الكره اي شيء. حتى الناس اللي اذوني من قبل هلا صرت افهم شو صار معاهم، سامحتهم، لانه اي اندرستاند انه كل شيء بيصير معهم الحق مو عليهم، الحق. ما بكره الانسان، الظروف اللي كان فيها هي بتسوي، هي اللي خلته يكره وخلته كذا وخلته كذا. صحيح. الكره مش منيح، لازم تفهم كل انسان حياته ما بتعرف شو صار فيه. شو صار مع اهله، شو صار معهم. صح. أوديس، الآن حننتقل إلى موضوع آخر بالحوار ومحور آخر جديد، وهذا المحور أنا متأكد كل الجمهور الآن راح يبدون يتفاعلون به ويحبون الحديث به كثير. المحور هو هذا: كيف نكشف الكذب من الصدق أثناء التحدث مع الناس؟ هاي the best one. شلون أعرف الإنسان يكذب علي أو بيختلق أحداث أو هو صادق؟ من عيني هلا بعلمكم. يلا اتفضل. هاي اوكي. ما هو البرين، ما تنسوا البرين زي الكمبيوتر، مش قلت لكم في بوكسز؟ فالعقل عندك اللفت برين والرايت برين. ممكن اسوي صوره زياد؟ كان اكيد اكيد طبعا. اوكي سوري زياد، استنى شوي. let me figure this out. كيف اروح الصور تبعتي؟ اوه هي. اذا العقل تيجيتي، عندنا العقل هو جزئين، العقل الجزء الايسر من الدماغ والجزء الايمن. مزبوط. اوكي هلا هاي انا منتظر الصوره توصلني حتى احطها امام الجمهور. اوكي سوري. اوكي خذي راحتك. اوكي شير سكرين. انا بدي تريننج على كيف استعمل هذا السوفت وير، لانه عمري سويت هيك شيء. اوكي هاي الصوره مبينه معك زياد. الصوره وصلت. الان اوديس حتحكي لكم كيف نقدر نكشف الكذاب من الصادق اثناء الحديث معهم، ونشوف الصوره اللي حتشاركها ويانا اوديس. هذا طبعا دكتور هاوس، everybody knows him. هلا الصوره دكتور هاوس هذا اللي مشهور الممثل في المسلسل. هلا هاد اذا واحد قاعد قدامك بالضبط زي الصوره، يعني هيز لوكينج ات يو، هاي الصوره واحد قاعد قدامك. احنا لما نحكي مع حد وي جو باك اند ريكول ميموريز، الميموريز تبعتنا دائما تيجي من هاي الجهه. يعني اذا تطلع علي اي ام لوكينج، يو لوكينج ات، يعني اي ام يور رايت، شايفني كيف بحكي معك. فلما انا اطلع هيك انا عم بتذكر إشي شفته، images. I am visual. انا لما اتكلم من جهه اليمين انا استرجع ذكريات هون، images هون، الصور اللي احنا شفناها. مثلا افرض تحكي لي كيف كانت ليله امبارح يا اوديس، على طول بطلع هيك بقول لك والله امبارح كان او ماي جاد الالوان كان حلوه والهاي كان حلو. مرات بتصير split seconds بس انا عم بتذكر الايمجز، الالوان. يعني مثلا كنتي في حفله عرس مثلا، رجعتي من الحفلة وسألتك كيف كانت الليلة، فبطلع هيك معناها اني عم بتذكر. وشو بتذكر؟ بتذكر لون الفساتين، لون الناس، كيف يحكوا. I'm just remembering لانه هذا الايمجز هون. وفي ناس هذا كله memories، بس في ناس بيستعملوا هاي اللي هم visual people، بقولوا لها visual. في ناس بتطلعوا هيك اللي هي الدان، هذول auditory people. فبقول لك والله يا كان الصوت عالي وكان الموسيقى حلوة وكان يعني بيستعملوا auditory اللي هو بيستعملوا اللي هي هون. وفي ناس هذا كله ما بيكسبوا لأنه they're using this side of the brain. إذا طالما هو يتكلم مستخدم الجانب الأيمن من دماغه، فسواء العين اليمنى أو الأذن اليمنى، فهو بيتكلم الصدق. اوكي انا بطلع عليك، كأنه بطلع عليك هلا. اكزاكتلي اي ام لوكينج ات يو، انت شايف اللي هو ايدك اليمين، انا ايدي اللي هو العقل تبعي هون، شايف لما ايدي اليمين. ايوه انت يعني كيف شايفني انا هون، لما اطلع هناك هذا كله ما بكذب، هذا كله بحكي الحق. اوكي يعني وين بتروح؟ بس كمان تفرق انه اذا بطلع هيك بتذكر ايش، وهيك بتذكر الصوت، وهيك بتذكر هو القلب كيف كنت حاسه بالحفله. بقول لك والله كنت شوي وحدانية وتذكرت كيف لما my ex-boyfriend والأغنية طلعت، وتذكرت كنت أحس وبتطلع لتحت. feeling. فلما أكذب بقول لك كيف كانت حفلة مبارح إذا ما روحت هلا، this is my creative side.
I am constructing. بقول لك والله يا كانت كتير منيحة. فأنا على طول بعرف إنك أنت بتكذب لأنه أنت you creating it. You cannot control it. إذا لما اتجاهي يكون يسار أنا بكذب، ما بقول بكذب. وهاي لما أسألك سؤال كيف كان ليلة مبارح، هاي بتألف الصورة. هون بتألف مش الله ما في حد بكذب، بس هون بدك تطلع صوت ما عمرك سمعته. يعني بقول لك حاول تخيل جاجة قاعدة بتغني. فأنت يقول لك ها؟ So you have to imagine it. فهاي هون imagining the voice. وهون you're accessing how it's going to feel like. ليلة عرسي مثلا. Oh my God, I can't wait how it's going to be like. I'm imagining رايح على حفلة، رايح على محل، رايح on vacation. I am so excited. هون ال feeling. هون ال... إذا واحد رايح على مثلا على البوليغراف، على قولة أمل جهاز الكشف الكذب. Yeah. وحطوه على الجهاز وفي أيضا خبراء بيتفرجون عليه. Yeah. هل إذا هو يقدر يتحكم مثلا، لو مثلا يريد يكذب ويكذب لكن بدأ يستخدم الجانب الأيمن من جسمه؟ You can't control it. هاي أوتوماتيك لأنه هذا stores، هذا you can't control the neurons. حتى إذا أكون أنا بالوعي عندي مسيطر على دماغي، بتسيطر على الميجا هرتز maybe، بس مش ال store of memories. هاي you can never do it. سألته هذا السؤال، نفس السؤال سألته لما كنت أتعلم. When I saw it، ولا يمكن. وأنا بشوفه، أنا بتعرف أنا بعلم بالجامعة، بيجي التلميذ teacher my dog ate my homework، وعينه طالع ورايحة يا حبيب قلبي. بس أنا keep quiet. بس أنا ليش هاي مهمة إلي؟ Why this is important؟ هاي ال NLP لما أنت تدخل العيادة وبحكي معك بشوف وين عينيك بتروح. I see how you see your world. كيف المعلومات بتدخل حياتك، أنت visual ولا auditory ولا feeler. ليش هاي مهمة إلي؟ لأنه how can I break your wall or get into your subconscious. إذا أنت visual بقول لك أنت هلا بالبحر شايف المية وشايف والألوان وكذا وكذا. إذا أنت auditory عشان to trust me بقول لك وسامع المي وسامع الموسيقى وسامع البيرث chipping. هذا it's all cues I'm getting من the moment you walk in العيادة. وإذا أنت a feeler بتحس بالمي، بتحس بالهواء، بتحس بلعب الشعر whatever. It's all triggers I'm using عشان أكسر الوال. For the moment you walk in I'm doing NLP وبطلع وين عينيك. وبعرف إذا أنت جوزي بضل يضربني وبكرهني ومشكلة وعينيها رايحة وجاية، يا حبيبتي أنت اللي ضربتي مو هو ضربك. بس أنا ما ححكي هيك يعني، بس I know إنه المشكلة من وين طالعة. هاي بتساعدنا كتير. وهاي خلي الجمهور يعني هلا تعرف اللي إيه، راح يصير فيك طلاق اليوم من خلفك راح يصير طلاقات بالبيوت. لا بس يعني، وبعدين أكيد راح يسألوني طب في ناس بيستعملوا إيد اليمين عن إيد الشمال والواي. No it doesn't matter. هاي storage of memories. أول body language كله عموما يعني، إحنا حتى حركة الإيد، الأكتاف، الأرجل، صح؟ طريقة الجلوس، الرجل إذا حطينا رجل على رجل أو فتحناهم أو it's all subconscious. وهذا كله يساعد بفهم الكذب من الصدق. بس أهم شيء العينين. هاي في ناس بيقدروا يتحكموا، أنا I know how to control it لأنه تعلمت. هاي شغلة اسمها matching and mirroring. I'll tell you something about it. بس هاي العينين no matter what بتصير مرات بثواني. بس أنا لذلك نقول العيون ما تقدر تكذب أبداً. العينين ما بتأذي لأنه العينين ما تكذب أبداً. العين لأنه بترجع على الميموري بانك. البنك البنك هون وهذا الميموري. شايف أنت كيف شايفني؟ This is my memory. أوكي. بس هاي أنت بتعرف إذا طلعت هون بالنسبة لك يمينك وشمالي إلي تعرف إني عم بحكي الصدق. بس اللي أنا مهمني أكتر إنه كيف you access how do you sense your world، من وين تيجي، وين المهم. وهذا كمان بيساعدك انه كيف الانسان بيدرس. Is he auditory learner، is he visual learner، is he kinesthetic learner. وفي عندك audio digital، هذول ال very smart people، المحاسبين، المحاميين، هذول احلى شيء اعملهم تنويم مغناطيسي. I love them. بتخلي انا intelligent، ما حد بينوم لي مغناطيسي بثواني بنزله. I love these guys. حلو. خلينا ننتقل إلى محور آخر حتى قبل ما يخلص الوقت، لأنه عندنا حكي كثير معاكي. نحتاج 10 حلقات مش واحدة. احنا عادي.
عندنا موضوع الحياة السابقة اللي كثير ناس ما يؤمنون به، وربما أنا واحد منهم شوية أشكك بالموضوع أنه هل عندنا حياة غير حياتنا هذه؟ يعني أنا اليوم يعني من انولدت من يوم ميلادي إلى الآن، هل كان في حياة من قبل ما أجي لهذا العالم، ربما من قبل قرن؟ أنا بآمن بالعلم، لحد هلا ما في إثبات بالعلم، هذه تقاليد وعادات من البوذيين بيأمنوا بالكارما والنيرفانا وكذا والهندوس، بس أنا من ناحية العلم النفسي هذه ثيرابي. إذا أنت بتآمن إنه هاي العقد النفسية جبتها معاك من الحياة الماضية، هذا سيجمند فرويد يوزد إت. إذا أنت بتآمن I can use it to heal you، لأنه تخيل إنه it doesn't matter what I believe, it's what you believe. It's your world, it's your memories. فسيجمند فرويد مرات، وأنا بيجي لي على فكرة كتير يعني مسلمين وهم متدينين جدا، وبعملهم timeline therapy، برجع على الماضي وبقولهم أوكي خلينا نشوف يعني ليش هالعقدة هاي الستيك، بقول لك والله أنا شايف حالي روماني بقتل بالروم، أنا روماني what the hell، وأنا ما بآمن. Don't worry، العقل الباطني it's giving you a metaphor. It's giving you a story. Is it true ولا fake ولا مزبوطة ولا fake? It doesn't matter. بقول لك don't think. خلي الصورة، خلي الفيلم يخلص، شوف الحياة. لأنه المهم العقل الباطني بيحكي معك بالصورة. مش قلت لك بيحكي معك بالإيميجز؟ فبيعطيك قصة عشان يقول لك وين الستيك. فبتصحى وانت بتقول هل عرفت شو هي؟ القصة عندي أنا الريج من القتل وكذا وكذا، لانه عندي محشور I want to hurt people and people hurt me, it's an anger issue. فبيفرجيك انك قاعد بتصارع بالرومان وبتقتل it's an anger issue. السبكونشس تبعك بيحكي معك in images, in your dreams, listen to your dreams. سيجمند فرويد بيقول لك your dreams هذا كل السبكونشس is giving you clues. دائما افهم what your dreams are telling you, لأنه السبكونشس بيسوي ديفراغ للفايلات وانت نايم. ومرات الفايلات اللي خربان اللي فيها فيروسز بتطلع بالحلم، الخوف بتطلع الهاي listen to it، شوف شو القصة، ليش بتشوف هيك، معناها في عندك مشكلة نفسية أو في حالة أو في شغلة لسه مو خالصة بعقلك، يعني you're not done with it. فهمت علي؟ فهذا هو علم نفس. بس بالنسبة إلي do I believe in it? It doesn't matter. في ناس بيجولي بروحوا حتى هاي بقولولها life between lives، هاي كمان حلقة غير تكرر الأرواح، باخدك كمان على إنه لما تموت وين الروح بتروح، where do you go؟ okay هاي another four hours. بس هاي أنا مرة سمعت مثلا قصص عن أشخاص مثلا يكون بالحياة العادية حاول المنوم المغناطيسي يدخل على العقل الباطن، ما لقى شيء يعالج له مشكلته الحالية، لكن لقى أنه المشكلة هذه موجودة في حياة أخرى، كان مثلا أثناء العبودية بأفريقيا أو شيء، كان كبلوه وهو كان عبد وبعدين مات من الجوع، ولذلك الآن بالحياة هذه ما يقدر يغلب مشكلة الأكل ويظل يأكل لأن يحس نفسه دائما حيبقى جوعان. مظبوط. هاي لأنه شو بصير، هاي بس مو ذكرى، هاي هو بفكر على الباطني بيقول له هاي هي I think it's your problem، إنه أنت مدت من الجوع وكذا، عم بقول له العقل الباطني إنه أنت هاي it's a behavior. العقل الباطن من وين جاب هاي المعلومة وحطها براسه؟ metaphor. It's a metaphor. استعارة. يعني هاي منا true memory، بس هم الناس بيقول لك هاي memory. طب اثبت لي علميا memory. نعم. Show me proof. ما في proof. نعم. هاي بس العقل الباطني بعطيك images of it. فليش مثلا يجي واحد يقول لك في عندي مشكلة نفسية وبعملهم التنويم المغناطيسي بنرجع للماضي، ومرات برجع لحياة مادة لازم خليهم يروحوا يا عمي. أنا I need to find out what the stick is. الستيك بتكون ميت إشي. أنا اللي زياد، أنا اللي ما بآمن بهاي الشغلة، لما تعلمتها دربت تحت الدكتور، أنا شفت حالي شو كنت Jewish slave، كان اسمي جوزيف، حتى نسيت اسمي. I saw it، بس لقيت اللي عرفت شو المشكلة اللي عندي. I had my own problems وحليتها، عرفتها لأنه شفت الصورة، شفت شو اللي what the problem is. جيد جدا. سؤال من تيماء مرة أخرى، ممكن الشخص يفيد نفسه، تقصد أعتقد يعالج نفسه، يعني ممكن أنت تحكي مع نفسك وتستفادي من خاصية التنويم المغناطيسي، يعني واحد هو ينوم نفسه ويعالج نفسه؟ ما هو هذا meditation.
اها المديتيشن هو تنويم مغناطيسي. وزي ما قلت لها لتيماء سوري تيماء كيف تحكي مع حالك اتس فيري امبورتنت هذا التنويم المغناطيسي لما تقولي بوزيتيف وثينك بوزيتيف هذا كله تنويم مغناطيسي. طيب آمال تسأل أيضا من تورونتو تقول هل نومتي شخص واكتشفتي معلومات خطيرة واضطريتي تخالفي أسس وأخلاقيات المهنة؟ لا بس في إحنا we have to report it يعني إذا أنا لحد هلا ما صارت معي بس إذا واحد إجا وقال لي إنه قتل حد وده بده يقتل حد أو اغتصب حد I have to report it I have to report لأنه it's a code of ethics صح. بس احنا منخبرهم we have to tell them زي المحامي زي اي دكتور انه لازم نخبر خاصة اذا خطر عليه او خطر على حد تاني يعني اذا اكتشفتي منه مثلا انه هو يريد ينتحر مثلا oh yeah I have to report it او اكتشفتي انه هو قتل شخص ما بحياته وما حد كان يدري بالموضوع بالماضي لا بالحياة طبعا اذا قال لي انه قتل حد I have to report it انا ماني زي الدكتور النفسي او المحامي اني I have to keep high الخطر انه اذا اذى خاصة اذا اغتصب اطفال في كثير اشياء بيجوا لي هيك ف I have to report it اوكي عندنا ايضا سؤال اخر من رشا عبد الله تقول اشكركم على الاجابة ماذا عن تخفيف اعراض طيف التوحد خصوصا هو اساسا مشكله في العقل الباطن موضوع الاوتيزم يعني هل هو مشكله بالسبكونشس نو هاي الاوتيزم مش يعني هذا another problem هاي ما لها حل هاي it has to go through a doctor ما بعرف لها سوري نو nothing هاي الهيبنوسيس ما بتساعد سوري سؤال اخر من سهير صالحات تقول ما تفسير النسيان في مرحله من مرحلة لمرحلة مثلاً في مرحلة الشباب نسى جزء كبير من مرحلة الطفولة وهكذا كلما زاد العمر شو يعني السؤال بالإنجليزي؟ يعني what's the explanation of forgetfulness يعني not remembering something so how do you explain this like when somebody remembers something from his childhood and then forgets it in the youthhood and after that he forgets it as long you know as older as he gets ما هذا طبيعي we have to forget لأنه بتدخل الميموري بانك وبترجع لورا ورا ورا بس أنت you don't forget it it's there بس أنت بدك تعرف كيف تلاقيها وتدخل لها فأنت بالهيبنوسيس بناومك وشوي شوي 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 بتقدر تدخل على الملف وتشيله بس ما تنسى أنه مرات إحنا بدنا ننسى لأنه كانت تراما طيب يعني أنت تريدين تقولين أنه العقل الباطن ما ينسى بس هذا العقل الواعي اللي نسى العقل الواعي بس بيخلي short term memory One year. الباقي يعني مثلا أنا اليوم لو كنت أريد يعني أنسى لو نسيت حالة كنت أعملها وأنا كنت بالصف الأول ابتدائي مثلا لو دخلتي أنت على عقلي الباطن راح تقدرين تطلعين شو كنت أعمل بالأول ابتدائي مو أنا أنت بتطلعه I am the instrument أنت اللي بتطلعه طبعا you can find it ليش بقول لك زياد احنا بيستعملونه مرات لما انت بتشتغل بالمحكمه احنا we can be investigative hypnotist لما يصير جريمه واحنا بتشوف شغله الفيكتيم بيشوفوا جريمه بيصير عندهم شوك الشوك اللي هو العقل الباطني شت داون عشان يمحي الذكرى ما بتنمحي فاحنا بنعملهم تنويم مغناطيسي عشان مع المحامي عشان تطلع الذكرى وهي تنحط بالملف تنحط بالمحكمة لأنه it's true إذن يعني من أحد الأماكن اللي تشتغلون بها أيضا مع المحامين والقضاء yeah بس أنا ما بسويها I'm a clinical بس إذا بدي لأني ما بعرف المصطلحات القانونية بس الconcept بيستعملوه بالمحكمة طيب لأنه تسأل تقول ممكن يكون وسيلة لحالات الموت الرحيم اللي تحصل في بعض الدول يعني بالهيبنوسيس نقتل الشخص أو الموت موت رحيم؟ شو موت رحيم يعني؟ اللي يوثنيجا قلت لك أنا قصة اللي المرسي كيلينج يعني اللي يسموه مرسي كيلينج إنه هم يقتلوا حالهم؟ نو الميديكلي انديوست كيلينج لما شخص يكون هو يطلب ينهي حياته بنفسه أو العائلة لو الشخص يكون خلاص فاقد ميت كلينيكيا العائلة تطلب من المستشفى أن تنهي حياة المريض هذا شو بيصير مثلا إحنا لما يجي لي واحد عنده هاي بلود بريشر وبقولوا لي عملوا لي تنويم مغناطيسي عشان أنزل البلود بريشر تبعك لازم أعرف أحكي للعقل
subconscious ما ضلوا احكي للسبكونشس نزل البلاد بريشر نزله 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 انه على البطن رح يضلوا ينزل ورح اقوت لك فاي كانت سي لور لازم اقول to natural level natural level عشان العقل الباطني يخليك ماشي مزبوط فاحكي لها للاخت شو صار مره هاي اتس ترو يو جايز كان جوجل ات افتر في واحد HVAC بيشتغل بالكمبيوتر سوري بالكهرباء وما كهرباء بعثوا له مطعم فيه الفريزر خربان قالوا له تعال يوم الجمعة بالليل لما يسكر المطعم وعشان يصلح الفريزر كانت long weekend a very long weekend دخل مسكين الزلمة على الفريزر يصلحه تسكر الباب وراه true story يدق على الباب يدق على الباب الناس ما في حد موجود المطعم مسكر يدق على الباب يدق على الباب oh my god nobody is here كانت الساعة 9 الساعة 11 بلش يبرد يا حرام بالفريزر ما في شيء nothing وبيصرخ وبيعاني وما في شيء الساعة تقريبا 11:30 12:30 almost like that لقى ألم بجيبته قاعد يكتب على البوكسز انه انا كتير تعبان ومش قادر اتنفس وبردان وإيدي فرزت وخلص I don't think I can make it آخر شيء كتب على البوكس كانت الساعة 1 الصبح كتب his will to his family and his children يوم الاثنين إجوا المطعم فتحوا الناس الفريزر لقوا ميت متجمد وأخذوه طبعاً على المشرحة. What happened إنه استغربوا الـ medical community إنه the freezer was not even plugged. Wow. يعني ما كان في فريزر أصلاً. ما كان plugged. بس لأنه هو فكر حاله بالفريزر تخيل حاله بالفريزر he froze to death وdied frozen. This is How you hypnotize yourself. فإذا واحد يقتل حاله, you can do it. إحنا we do it. That's why we get into depression. لما تدخل بالdepression وتدخل بهاي, ليش إحنا الدكاترة, إذا في دكاترة موجودين معاك على الهاي, بقول الدكتور مهم يعطيك, يقول لك don't worry, you know, it will work. لازم يحس الpatient إنه رح يمشي الدواء, لأنه إذا بتقول هذا ما رح يمشي ورح أموت, it's not gonna happen. وهاي عملوها placebo effect. ما هي هاي هي الhypnosis. بعطوك sugar pill بقولوا لك رح تكون منيح don't worry it works واقول لك هاي it's gonna work وانت بتقول خلاص it works أدوية زائفة نعطيه حبة سكر ونقول له هذا العلاج وتتاخذه وتصح وبتروح وبتاخذ السكر وانت ما معك خبر انك ولا إله دخل بالدواء people have done it انه راحوا مسحوا الكانسر كله the whole cancer was gone ومعهمش خبر انه ما كان في أدوية it's all in the mind عندنا مجموعة أسئلة أوديس عن الأحلام جمعتها كلها مع بعض راح نطرح الأسئلة كلها ونجاوب عليها مرة واحدة أمال تقول في أشخاص بيقولوا أنه ما هم ما يحلموا نهائيا هل هذا دليل على مشكلة بالعقل الباطن وتسألك أيضا هل التنويم المغناطيسي يساعد في تخفيف الأحلام المزعجة وهي بتسأل بتقول هل ممكن تحاولي تمنعي أحلام معينة لبعض الأشخاص اللي مش عاوز أصلاً يكونوا لهم موجود بحياتك؟ يا ريت كان عملتها لي لا بس إحنا كلنا بنحلم بس ما بنتذكر الأحلام ما في حد ما بيحلم الكل بيحلم لأنه هذا البرين بتسوي defragging at night يعني subconscious بيعمل لك defragging بس أنت ما بتتذكر لما يكون أحلام كوابيس طالعة معناها العقل الباطني عم بقول لك في عندك عقدة في عندك مشكلة مو خالصة you have to listen to it مش توقفه لأنه العقل الباطني عم بيحكي معك عم بقول لك في مشكلة you haven't dealt with it الكوابيس معناها عندك إشي صار معك إشي فأنت لازم تشوف شو القصة شو في كتير ناس بيشوفوا حالهم بالأحلام إنه بوقع وهاي إنه they falling yeah. هاي شو ما أنا كنت أشوف هذا مرات زمان الآن ما هاي it's to tie with control أنت you afraid عندك يمكن presentation عندك job interview عندك wow. شغلة okay. it's a control issue هذا إشي طبيعي كنت أشوفها أيام الدراسة فعلا أشوف نفسي دائما أسقط من مكان عالي جدا هو سيجمند فرويد ما كان يفهم شو معنى الأحلام بس كان his competition كارل جونغ اللي هو فهم شو معنى تفسير الأحلام شو كل حلم شو معنى من ناحية نفسية مش ناحية دينية فهي tied it together فاللي بوقع بالحلم it's to do with fear of something anxiety معناها إنك قلق وهذا طبيعي صح. اللي بيحلم بيطيروا معناها إنه فرج عم بتحسن وضعهم اللي بيحلم إنه على فكرة إذا أنت جوعان وبتتخيل حالك إنك عم تاكل ضلك تخيل إنك بتاكل وبتاكل you're gonna get full والمعدة رح تحس إنها full you're not gonna eat
شكرا أوديس. الآن راح ندخل بموضوع مهم جدا ايضا اليوم. المحاور اللي بنتكلم بيها كلها احنا قاعدين المحور اللي راح نتكلم به الان هو حاليا الان نحن كشعوب وناس انا وانتي واللي يشوفونا اليوم، هل نحن حاليا منومون على يد السياسيين ورجال الدين والمسوقين والأصحاب المهن التجارية والأصحاب الأحزاب وكل ما إلى ذلك؟ هل هؤلاء الأشخاص منومين إحنا حالياً ولا إحنا في وعينا؟ لا، إحنا كلنا نايمين، إحنا غفيانين. The best hypnotists بيشتغلوا بالماركتينج and advertising. كل الworld leaders عندهم NLP training كلهم. هذا يعني أي واحد بيحكي معك، حتى الخوارني والشيوخ والمتدينين كلهم عندهم NLP. They know how to control your mind. في أشياء بيعملوها منيحة. Don't get me wrong. I'm not against religion يعني. بس it's all about how to talk to you. وكيف تلعب بالعقل الباطني. الدعايات كلها هاي hypnosis. Subliminal messages اللي منشوفها هاي حوالينا كلها تيجي بالدعايات. بتشوف إشي مرات بتكون ماشي بتصير بدك تأكل كوكاكولا، تشرب كوكاكولا. What happened? They put a hypnotic subliminal message دخلت directly into your subconscious. ما أنت مو واعي فيها، بصير بدك تشرب كولا. ال advertising all the best كولا، لأنه أنا شفت كوكاكولا مثلا. لو شو حتى ما بتشوفها، بس في شيء بتسمع شغلة أو كلمة أو إشي بمره أو شغلة بتصير بالدعاية أو بالفيلم أو بصورة تشتهي الكوكاكولا أو الكيتكات. they're known for doing this. الكيتكات they do hypnosis بالدعايات، الكوكاكولا، البيبسي، ماكدونالدز. طيب الحكومات عادة كلهم حكومات الدول العالم كله، أنا ما أتكلم عن دولة معينة. هل هم منومين شعوبهم مغناطيسيا؟ through NLP. بيل كلينتون أخذ الـ NLP course. توني روبنسون the biggest speaker أخذه. في باسكتبول بلاير كمان ما أخده. الـ NLP منيح. It's a communication model يعني. بالعكس منيح. إذا تعلمته you can use it for jobs, for marriage. You can use it for any job interview، علاقات، حب. لأنه it works. بس في ناس بيعملوها بإشي مش منيح. يا أخي أنا يعني لما كنت أروح زمان على الكنيسة، الكاهن يكون قاعد يعمل هيك إحنا نوقف، يعمل هيك إحنا بنقعد، يعمل هيك أعطيني مصاري. ف that's hypnosis. هذا anchoring. هاي anchoring. والانكرينج هو شو؟ هو السيطرة ولا الارتباط؟ ارتباط. لما تشوف لما واحد يعمل لك هيك معناها وقف. لما واحد يعمل لك هيك مثلا هلا اوتوماتيكلي رح تخاف لما تشوف تهديد. هاي تهديد. anchoring. كل واحد له شغلة. الانكرينج اللي هو stimuli. something stimulus. يعني أوديس على حكيك ما في حدا صاحي. ما بقول لك احنا in hypnosis 90% of our lives. طب متى نكون واعين؟ لما بعد الانترفيو today. هلا صرت تعرف كيف الناس بتوقف عليك. هلا انت لما تبلش تشوف انه واحد يحكي معك بتعرف انه عم بحاول يسيطر فيك. You can put that wall up. لما تكتشف something الوايرز بتتغير. الهيبنوسيس منه غلط، بالعكس الهيبنوسيس منيحة، بس في ناس بيستعملوه ليؤذوا العالم. بيل كلينتون used it all the time. وعشان هيك he's a great speaker. هتلر used it. الحرب هتلر نوم الشعب الألماني كله طبعا. هاي هلا أول شيء بتشوفها هاي هيبنوسيس، هاي الإشارة الحركة. الهيبنوس الـ NLP صار public بحرب العراق. أخذوها وعلموهم للأرمي العراقيين وللسياسيين لما كانوا يحطون الأكاذيب على العراقيين قبل الحرب، والعالم صدق وسوى عدوان فلسطيني على دولة. NLP was tracked وعملوا له يعني فحص طبي وكذا وتأكدوا وعملوها. أخذوا I think 40 soldiers عملوا عليهم NLP يشوفوا مزبوط هذا الحكي ولا لا. سؤال لذلك من سلار الزراري يقول الدول المتقدمة تستخدم التنويم المغناطيسي لنزع المعلومات عن المجرمين أو أسرى الحرب. نزل يعني شيء؟ يعني أخذ معلومات يعني أخذها بالقوة. taking information by force.
by force you can't, لأنه أنت in control, the client in control, ما حد بقدر يخليك تصير جاجة ولا يعمل لك شغلة أنت. لا بس هو سؤاله للأسرى الحرب, الأشخاص اللي هم already تحت سيطرتهم. Yeah, I don't know, ما بعرف, بس هاي psychological war يعني, هاي إشي طبعاً in psychology you can use it. إحنا بنستعملها مرات إيش لما يكون في PTSD مثلا, صار عندك حادثة بالشارع وصار حادثة بالسيارة والترامة اضطراب ما بعد الصدمة. PTSD هاي بتصير كتير مع الجيش وال car accidents, فأنت العقل الباطني بيشيل الميموري هاي. بس إلا ما يكون في تريجر, يمكن تكون قاعد وبتسمع إشي مرات وبتتذكر. يعني أنا مرات بكون ماشية بشم ريحة كولونيا بقول أوه ماي جاد هاي الريحة كنت أستعملها بكون بالكويت, أنا مواليد الكويت, البخور مثلا. ففي أشياء تشوفها أو كذا triggers some memories, فهاي نستعملها إنه to stimulate the memory. مرات بتصير يعني أنت بتكون ماشي, أنا لحد الآن مرة صارت معي حادثة, هلا every time I hear the ambulance بتذكر الحادثة and I feel it, بصير it comes back. فالmemories are never gone. الemotions you can remove. فالmemories انت مرات you suppress them. بس to force it out لا ما في. بس ممكن psychologically I force it out from you. هاي بوكي. هاي اجت my co-host. أمال هارون تقول public speaking training and pep talks can be considered kind of hypnosis. Yes. Yes of course. يا أنا بستعمله حتى بالجامعة لما أدرس طلابي, I anchored them, بيعرفوا لما أكون واقف قدام هادي واقف بيعرف إني بكون بمزح معهم بلعب, لما بلش بدي أحكي جد بروح عند the other side of the table بيعرف إنه خلص هلا أوديس رح تحكي جد, ف they start listening. I anchored them, لما أكون هون بيعرف إنه أنا بمزح. توني روبرتسون بيعملها دائما, إذا بيحضروا توني روبرتسون بيحكي إشي مهم أو تيك توك, تيك توك وين بيجي بوقف بالنص. يوقفوا بالنص لما بدو يغيروا الموضوع, they anchoring you the moment they walk on stage. كلها anchoring, هي بقولوا لها anchoring. anchoring. هبة تسألك, هل في يوم من الأيام فشلتي في تنويم أحد مغناطيسيا, يعني ما عرفتيش تسيطري عليه؟ أقول لك الصراحة هاي حلوة, هاي أنا ما كنت عارف إني I know how to do it, أنا شفتها وتدربتها بس ما جربتها. بس كان عندي واحدة فرنسوية جاي عندها مشكلة anxiety, عندها panic attack بطريقة مش معقولة, وبحاول أعملها تنويم مغناطيسي عشان أشيل البانيك أتاك, وإنها إني أحاول أسيطر عليها ما قدرت, فصار عندها panic attack on my على هاي وكذا وكذا, فاضطريت أعمل what we do on stage, الهيبنوسيس اللي بيمسكك و you go to sleep right away, لأنه I could not control her. فعملتها ولمستها وأخذت السيطرة عليها, لأنه أنا شفت البانيك أتاك in front of me يعني first class. هاي كانت فجأة, بس I guess اللي بتشوفه on stage لما واحد يمسكك ويقول لك اعمل كذا واعمل كذا, I can do it. بس I don't know. الحكي معاكي فعلا لا يمل, والموضوع يعني فيه أنا خايف البسة الشوارع والبسة صحيت من النوم تخرب لنا الموضوع كله. لا she's cute بقلبي. أوديس, إذا أن إحنا الموضوع اللي فهمناه منك أو يعني باختصار اللي تعلمته منك اليوم, أنه كل شيء هو موجود في دماغي أنا, وأنا أقدر أسيطر على الأمور بإيدي, وأنا بيدي المفاتيح وبيدي زمام الأمور, الشخص اللي بيساعدني كمنوم مغناطيسي هو فقط موجود لمساعدتي على تجاوز هذه المحنة, وأن كل شيء هو موجود عندي أنا بيدي, السلاح والمفاتيح كلها موجودة بإيدي. هل هذا صح ولا لا؟ 100%. إحنا لم نعمله 30%, إحنا بس a tool to help you, إحنا instrument. يعني أنا I don't want to take pride in it, إحنا ما بنعمل شيء. وأنا بآمن لما يجي واحد بقول له أنا ما بعطيك الانسر, the client always has the answer. You have the answer. ليش المشكلة اللي عندك؟ I'm not gonna tell you. أنت اللي عندك المشكلة, أنت اللي حتلاقيها. وهاي أحسن علاج نفسي, لأنه ليش بيجي الزبون مرة واحدة؟ They don't come back again. They don't have to. لأنه خلص لا, وبيرجعوا يمكن لمشكلة تانية مثلاً. بس خلص مدام يعرف شو المشكلة انحلت, لأنه that's when the rewiring happens. صح.
عندك رسالة أو سؤال من مخلص فارس من أوتاوا، يقول عندك مرضى من السياسيين وشو مشاكلهم اللي يطلبون المساعدة فيها؟ شو سوري قطع الخط، شو السؤال؟ politicians، عندك politician patients اللي هم politicians وشو مشاكلهم والمساعدة اللي يطلبوها؟ Oh, they're smart people. إحنا لازم نتعلم منهم. فيش عندهم مشاكل. They're good. They're using their power. أيضا يسألك سالار شو علاقة التنويم المغناطيسي بالparapsychology؟ شو الparapsychology هاي؟ Parapsychology هو ما وراء العلم النفس، يعني like when for instance لما أنت you are talking to me و I hear you، يعني أنا ما أكون معك لكنه أكون سمعت أعرفت إنه أوديس بتحكي عني مثلا. What؟ اللي هي ما وراء السايكولوجي زي الباراسايكولوجي، أنا ما أعرف كيف أشرحه لكن أنا ما أعرفه أنا بحبش أكذب. I don't know what that is. أنا مش سايكولوجيست، أنا مش دكتورة علم نفس وكذا، أنا يعني هيبنوتيست. بس لما واحد يحكي لي هاي الكلمة مثلا بيجي بقول له أوكي فهمني شو الباراسايكولوجي، لأنه what is parapsychology to you؟ إجت البسبوسة يا حبيبي. أوكي I'm sorry guys. ف يعني I don't know what that is، فبسأل تفهمه. أوكي سوري إذا ممكن يشرح لي أو يتصل فيي بعدين وبفهمه. يا ريت تكتب لنا. الباراسايكولوجي هي كل هالأشياء اللي تكون زي اللي يعني السوبر ناتشرال باورز، بها السحر، الأرواح، الأمور هذه. هاي الباراسايكولوجي، هاي بقولوا لها سوبر كونشسنس ويونايتد ومش عارف شو، هاي داخلين هذا سودو ساينس. أنا ما لي دخل حبيبي، أنا حاسس البس رح تنط. I'm sorry I'm just watching. I know it's gonna happen. احنا لازم ننهي الحلقه طبعا، طولنا معك اوديس وانا اعتذر. يعني انا قاعده ما عندي شغل، اذا هم احنا قاعدين زياده يعني احنا كورنتين. بس ما في شيء اسمه سوبر كونشسنس وهاي الا يعني هو يعني ما وراء الطبيعيات. عاده الباراسايكولوجي يسموه ما وراء الطبيعيات او كل شيء يكون سوبر ناتشرال، لانه احنا ما مألوف بحياتنا. لا بس ما تنسى احنا مرات بتروح تتذكر مرات واحد بيروح بيفتح لك الفنجان بقول لك رح يصير معك حادثه، رح يصير انا شايف حادثه، شوف شو صار، حط الكلمه بعقلي هلا سب كونشس بصير انا رح يصير حادثه، رح تصير حادثه، رح تصير حادثه، رح تصير حادثه، بوم بصير حادثه. او ماي جاد الفتاحه اللي فتحت لي الفنجان كانت عالمه. اتس نوثينج تو دو وذ ذات، هي حطت الفكره بعقلي. بس هم برضو اللي يفتحون الفنجان مثلاً they can interpret things بالفنجان يشوفوها. هم بيطلعوا على symbols بيحكيوا لك شو معناها، انت حط لك ياها بالعقل. انا شايف عريس رح تتجوزي، خلص انت you gonna believe انه انت رح تقابل العريس. فانت صار العريس that's a good thing. بس هو مو جاء العريس، انت اللي جبت العريس، لأن you're thinking positive you attract what you ask for. لأنه that's the movie the secret. خليني أفتح الباب للبسبوسة لأنه بتصرخ قاعدة وبديش أطلع فوق وتسخ. أوكي يلا بتطلع برا. طيب بينما تروح أوديس تحل مشكلتها مع القطة، أنا الآن على وشك أنهي الحلقة معها لأنه هي طولنا عليها كثير. أوديس كان الجو معك والحلقة كانت ممتعة جدا وانبسطنا كثير، شفت التفاعل كان من الجمهور كبير جدا وياك. فيا ريت احنا لو بالمستقبل نفتح عناوين فرعية اخرى مشتقة عن التنويم المغناطيسي ونحكي بها اكثر، لانه انا بصراحة لسه عندي محاور كثيرة، لسه عندي مواضيع كثيرة احب اناقشها معك لكنه الوقت الموضوع الثاني بنحكي شو بتروح وين بيروح الروح لما واحد يموت، هذا to be continued. بس قبل شو اسمه زياد، احنا جاوبنا كل الاسئله يعني في جماعه الحمد لله اعتقد جاوبنا كل الاسئله، انا قاعد اشوفها الان. لو فاتني اي سؤال اعتذر منكم. نسرين ثابت تسلم عليكي حبيبي. نيسو تسلم من تورنتو وتقول أنا جربت مع أوديس التنويم المغناطيسي ورجعتني لكذا حياة سابقة وحسيت براحة فعلاً.
ثانك يو حبيبتي، ثانك يو. انا ما عملت شيء، انت اللي عملتي كل شيء حبيبتي. شكرا جزيلا نسرين. نشوف عندنا ايضا تعليقات جديده وردتني الان. شكر من سلار يقول لك معلومات مفيده بصراحه، تحياتنا للاستاذ والست اوديس ولكافه المشاركين. شكرا جزيلا. بالختام انا يعني اشكرك كثير على تلبيه الدعوه يا اوديس. كل الاصدقاء شكرا امال، كل من شارك بالتعليقات من كل انحاء العالم شرفتونا ونورتونا. عائشة الورداني أيضا تشكرك، وشكر لزياد، شكرا عزيزتي وصديقتي الغالية. إن شاء الله يكون لنا لقاء آخر مع أوديس، وهي وعدتنا الآن راح تحكي لنا عن الروح وأين تذهب الروح بعد الموت من طريقة علم، من طريقة علم. إحنا نعرف من الناحية الدينية، أنت إن شاء الله تشرحينا من الناحية العلمية. فيها ارتباط، ارتباط بالدين، يعني هذا إشي راح يخوف. أنا استغربت، أنا I'm shocked. فهاي حلوة أحكي لكم عنها شو صار، شو هاي، لأنه هاي في مباحث، في أشياء موجودة I can show you يعني. حلو حلو جدا. فختاما لم يبق لي إلا أن أشكر ضيفتي العزيزة وأشكركم أنتم جزيلا. أطلب من المشاهدين الآن، أنا ذكرت لكم أنه صار عندي الآن صفحة جديدة على الفيسبوك سميتها اللقاء المباشر مع زياد طارق رشيد، فأرجوكم أنه تروحون تسجلون على هذه الصفحة، لأنه من بعد كم يوم احتمال أو على نهاية هذا الأسبوع الجاي راح أحول كل الحلقات إلى الصفحة هذيك، وتبقى هذه صفحة شخصية خاصة بالأهل والأصدقاء والأحبة. فحتى يحين ذلك الوقت أنا راح أبلغكم، بس حاولوا الآن تروحون كلكم على هذه الصفحة. أنا بعث الدعوة للجميع، واعملوا لها لايك للصفحة، وكذلك عندي قناة على يوتيوب، اعملوا لايك واعملوا سبسكرايب حتى يصير عندكم تعرفون كل الأشياء اللي تنزلكم، اللي أنزلها أول بأول، وكذلك اللي الأشياء اللي فاتتكم ممكن أيضا ترجعون تتفرجوها. يوم غد ما عندي شيء غير أنه راح أكون ضيف في برنامج آخر، لكن الاثنين لا تنسون عندنا حلقتين مميزة بالثنتين الظهر مع فريق طرباند السويدي، وعندنا احتفالية شم النسيم ساعة 8 بالليل. فالاثنين أنا راح أكون معاكم طول اليوم، خليكم وياي. فبالنهاية أشكر أوديس، أشكر حضورها، أشكر متابعتكم أحبتي، والكل يسلمون. وبس هذا كل اللي أريد نقوله. نمستي، اللقاء. نمستي عليكم. اللقاء، مع السلامة. هذا محدث طارق رشيد من جاتينو يسلم عليكم، وتصبحون على ألف خير. إذا في essential workers thank you guys، the healthcare workers عندكم thank you. أشكر كل العمال، كل موظفين القطاع الصحي، وخاصة علي علاوي، thank you very much for all the wonderful and precious work that you do for helping us. Frontliner fighting coronavirus in Toronto's hospital. We really appreciate all the great work that you do. Thank you so much. Thank you, Ali. Thank you, Ali. Thank you, Audice. Bye-bye. Yeah, see you later. Bye-bye. أسكر الشاشة وخلاص.